بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. من امبارح للنهاردة حاجات غريبة جدا بتحصل. من امبارح للنهاردة أنا حسيت إن الأهلي خسر كأس العالم في كرة يعني من امبارح للنهاردة قصص ومواويل كتيرة جدا بتتقال. على فكرة أنا بس هقول لحضراتكم بعض الأمور الخاصة بخسارة النادي الأهلي امبارح في الكرة الطائرة في رجال. خسرنا دوري وخسرنا كاس، وبالتالي النادي الأهلي خسر مباراتين أو خسر بطولتين. أنا بقول كده داخل قناة النادي الأهلي، هو طبيعي جدا، لكن احنا بقالنا 10 15 سنة بناخد كل حاجة وبنعمل كل حاجة، ما عندناش مشكلة إن احنا يبقى عندنا أخطاء نضع إيدينا عليها زي ما قلت لحضراتكم امبارح بالظبط. الناس اللي في الجحور طلعت مرة واحدة كده، وفي ناس ما حدش كان بيسمع صوتها رجعت تاني تتكلم. اتكلم طالما كسبان، قول اللي انت عايزه، ولكن لما تفوز على البطل من حقك ان انت تفرح طبعا، ما عنديش مشكلة، ولكن ومن حقك ان انت تعيش يومين بالمناسبة، ما عنديش مشكلة برضه، لكن ان مش من اللي مش حقك هو انك تغير الحقائق. اللي مش من حقك ان انت تقول كلام كذب وتدليس. اللي مش من حقك انه لما النادي الاهلي يخسر تتريق او تتكلم على، يعني احنا عندنا لاعب بقيمه كبيره جدا جدا، احمد صلاح. اللاعب ده بتاريخ انديه كثير، تاريخه لوحده بتاريخ انديه كبيره جدا وكثيره، ويعني لو انت جبت اللي احمد صلاح خده بس مش هتكلم على بقيه اللاعبين، كلهم لاعبين كبار وممكن يكون في مشاكل، في مشاكل وبنعترف بهذا الامر مليون في الميه، ولكن في ناس في خساره الاهلي امبارح طالعه تصدر كلام غير حقيقي. والله العظيم ثلاثه يا جماعه، انا لما باجي اتكلم بتكلم مع حضراتكم باحساسي كمشجع و ما بقولش اي حاجه تانية، ولكن هل النادي الزمالك او المنافس متفوق على النادي الاهلي في العاب الصالات؟ ده سؤال انا بساله. طيب اذا كنت تريد ان تعرف كيف تزيف الحقائق، اسمع الكلام اللي انا بقوله اللي جاي. ليه؟ لان الكلام اللي انا بقوله اللي جاي هو الحقائق، كيفيه تزييفها مش من عندي، من ناس تانية. انا ما بعرفش ازيف، انا هوري لحضراتكم حقيقه واحنا لسه في نص موسم، او يعني في ثلاث ارباع موسم. في ثلاث ارباع الموسم ده انا ما كنتش بصراحه، خليني اقول لحضراتكم ان انا كان من المفترض ان انا يكون عندي حلقه مع مدير قطاع المدير الكابتن خالد العوضي، يعني مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي. كان من المفترض ان انا هرجع بعد رمضان والعيد نعمل الحلقه دي، وده كان اتفاقي مع كابتن خالد العوضي، ولكن كابتن خالد العوضي وبعد كده قعدنا يعني في اخر رمضان وقلنا قبل ما الطايره يلعب وقبل ما الكلام ده كله، وقلنا لا لما الموسم يخلص علشان نشوف ايه الاخطاء اللي عندنا ونطلع نقول للناس ايه الاخطاء اللي عندنا وهنصلحها ازاي. انا ما بطلعش ابرر بالمناسبه خساره ابدا، ولكن مش هتكلم عن فريق الطايره بس، ولكن هتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن ما حدث من امبارح للنهارده، لانه تزييف وتدليس واضح جدا، واضح جدا. فريق الطايره بالمناسبه حقق انجازات كبيره جدا على فترات طويله، وبيمر بكبوه، قادر على العوده، زي ما قلت لحضراتكم امبارح ان مجلس الاداره والنشاط الرياضي عارفين كويس جدا احنا شغالين ازاي، وفريق الكره الطايره وتقولوا اسلام قال، زي ما كنا بنتكلم عن الهاند بول عن اليد، هتشوفوا فريق الطايره هيرجع ازاي، هيرجع اقوى واقوى بكتير. بس انا هتكلم النهارده عن حصاد موسم الا ربع. انا اسف ان انا بقول هذا الكلام، ولكن انا اضطريت ان انا ابدا كلامي في حلقه النهارده بالكلام ده، لانه تزييف حقائق غير طبيعي من امبارح للنهارده لمجرد ان انت كسبت الطايره، يعني النادي الاخر المنافس كسب الطايره، ما تكسب حقك، مش انت احسن وجهه نظرك يعني انت شايف انت احسن وكسبت الطايره، اوكي ما عنديش مشكله. طيب خليني اقول لحضرتك الحقائق.
طيب انت هتقول لنا حقيقي ازاي يا عم اسلام؟ هبدا مع حضراتكم بكره اليد. طيب كره اليد بالنسبه للنادي الاهلي في كره اليد رجال، خلينا نبدا بالرجال الاول. ماذا فعل رجال النادي الاهلي في كره اليد؟ حقق النادي الاهلي دوري المحترفين وكأس مصر، الأهلي بطل دوري المحترفين، الأهلي بطل كأس مصر في كرة اليد إيه؟ رجال. كرة اليد رجال، الأهلي بطل دوري المحترفين، والأهلي بطل كأس السوبر. بعد كرة اليد إيه بقى؟ كرة اليد رجال، كرة اليد سيدات. مين بطل الدوري؟ النادي الأهلي. مين بطل الكأس؟ النادي الأهلي. السنة دي على فكرة، أنا بتكلم على السنة دي. يبقى كده الأهلي حقق 4 بطولات في كرة اليد. تمام؟ طيب كرة السلة. الأهلي بطل دوري المرتبط. الأهلي بطل كأس مصر. طيب في سيدات الأهلي. فاز الأهلي ببطولة منطقة القاهرة. وفاز بدوري المرتبط. وفاز بكأس السوبر. وفاز بكأس مصر. أو والله العظيم 3 هو ده اكتساح. طيب نروح للكرة الطايرة. كرة الطايرة رجال، الأهلي حقق كأس السوبر وحقق البطولة العربية. الأهلي في الكرة الطايرة حقق البطولة العربية وبطولة السوبر المصري وخسر الدوري والكأس. طب الطائرة سيدات، الأهلي بطلا للدوري، الأهلي بطل كأس السوبر المصري، يتبقى مباراة في كأس مصر بكرة. النهاردة خسرنا المباراة الأولى 3-1 في الأشواط، بكرة في مباراة تانية هنشوف إيه اللي هيحصل فيها. لو الأهلي كسب المباراة بتاعت بكرة هيبقى لسه في مباراة تالتة، فلسه كأس مصر. طيب حصاد النادي الأهلي في ألعاب الصالات رجال وسيدات هذا الموسم حتى الآن، حتى الآن الأهلي 14 بطولة في اليد والطايرة والسلة. منافس النادي الأهلي ها 3 بطولات. أنا ماليش دعوة بالمنافس، ولكن أنا بس بوري لحضراتكم كمية تزييف الحقائق اللي موجودة من امبارح للنهاردة، تزييف حقائق غير طبيعي. طيب لسه في بطولات كمان لم تحسب. ايوه يا فندم، في الطائره سيدات بطوله كاس مصر زي ما قلت لحضراتكم، اهلي وزمالك بيلعبوا ضد بعض، مين اللي هيفوز بالكاس؟ ربنا يكرم ان شاء الله والنادي الاهلي يستطيع ان يفوز الكاس. الاهلي عنده لسه دوري السوبر في كره السله رجال، هيلعب الاتحاد يوم 10 مايو 5 مباريات بيست اوف 5، اللي يكسب 3 مباريات. الزمالك النادي المنافس خرج من هذه البطوله. طيب السلة سيدات هيلعب سموحة في نصف النهائي في دوري السوبر، احنا زيعينها لحضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي. طب الكلام ده انت بتقوله لنا ليه دلوقتي يا اسلام؟ هل انت بتبرر خسارة الطايرة؟ والله العظيم ابدا، انا بوري لحضراتكم قد ايه ان الناس بتحاول، في بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيحاول يضحك على جمهوره بكلام غير صحيح وتزييف وتدليس في الحقائق غير طبيعي زي ما حضراتكم شايفين. طب الكلام اللي انا بقوله ده تقدر تجيبه منين؟ خش على جوجل شوفه، خش على اسال في النادي الاهلي، اسال اي صحفي محترم، اسال بتاع هيقول لك، اسال في الاتحادات الرياضيه اللي بتنظم هذه المسابقات هيقولوا لك ان الكلام اللي اتقال في البيت الكبير في قناه الاهلي هو كلام صحيح 100%. 14 بطوله 3 بطولات للنادي المنافس. زي ما حضراتكم دايما متعودين معايا انا بطلع اتكلم بايه؟ بالارقام، بلغة الارقام بس، لان هذه اللغة لا تكذب ولا تتجمل. عايز تزيف زيف، عايز تقول اللي عايز يعمل كده يعمل، لكن في النهاية احنا بنلعب رياضة يا جماعة. ليه القصص دي كلها والحواديت دي كلها والحكاوي دي كلها؟ حتى الآن 14 بطولة للنادي الأهلي
والنادي المنافس 3 بطولات، ولكن رغم ذلك هناك حالة حزن كبيرة جدا لجمهور النادي الأهلي على خسارتنا في الطايرة دوري وكاس. مش متعودين احنا من احمد صلاح وعبد الله عبد السلام وعصران وبقية اللاعبين الكبار اللي موجودين، سواء صغيرين كبار سنا او كبار بعدد البطولات اللي خدوها، مش متعودين منكم على كده، مش متعودين منكم خالص على كده. لكن الفريق حقق في نفس الوقت، الفريق حقق بطولة السوبر المصري على حساب الزمالك على ما أتذكر، وفاز بالبطولة العربية، ولسه عندنا بطولة أفريقية كمان، عندنا في الطايرة سيدات بطولة أفريقيا، وفي كرة اليد رجال عندنا السوبر الأفريقي لكرة اليد، لسه عندنا ماتشات كمان، هنلعب في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد رجال وسيدات، لسه يعني احنا واخدين لغايه دلوقتي 14 بطوله من 17، واخدين 14 لسه، بقيه البطولات جايه ما بين يد وسله وكله. عندنا بطوله افريقيا رجال في كره السله، ان شاء الله الانتصارات تتواصل خلال الفتره اللي جايه، والاهلي ان شاء الله يحقق كل هذه البطولات عشان يكون موسم مميز ان شاء الله. بالنسبه لي لو خدت بقيه البطولات اللي جايه دي، يعني قول 5 6 بطولات، لو الخمس ست بطولات دول خدتهم على ال 14 وصلنا ل 20 بطولة. ومع ذلك أنا قلت لحضرتك إن إحنا كمجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة النشاط الرياضي، إذا كان هناك أخطاء فتم عرفنا إيه هي أو عرفوا إيه هي الأخطاء، وهيتم تصحيحها خلال الفترة اللي جاية القادمة. أنا بس حبيت أبدأ بتزييف الحقائق وتدليسها، عشان هو امبارح حصل برضو حاجة تخص الكابتن خطيب، ولكن أنا مش حابب إن أنا أتكلم عليها. عارفين ليه مش حابب أتكلم عليها؟ لأن اللي بيحصل على بعض الشاشات عيب، عدم احترام الحقيقة. صورة مفبركة قديمة للكابتن محمود الخطيب اتعمل عليها قصة وفيلم هي غير صحيحة. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رجل محترم ورجل شريف، يعني ما عندوش مشكلة ان هو كمسؤول ان هو يبقى موجود في اي مكان، لكن اللي بيحصل ده عيب ومش عارف اسميه ايه، يعني ما عنديش الفاظ اقدر اقولها على الشاشة الحقيقة، يعني لانها امور برضو تدخل في حيز الكذب والتدليس. عمري ما هحط صورة زي دي ولا اقول لكم هي، انتوا عارفين انا بتكلم عن ايه، حضراتكم عارفين انا بتكلم عن ايه، ولكن اللي بيحصل ده عيب، عيب اللي انتوا بتعملوه ده عيب. بعض من لا يشجع النادي الاهلي على بعض شاشاتهم، وطبعا الناس قاعده صح، الله ينور الله ينور، هو ده الكلام، مش عارف ايه. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل لانه اللي انا عارفه ان هناك بيان بيتم التحضير ليه في اتحاد كرة القدم للإعلان رسميا عن ماذا حدث في لجنة الانضباط أو لجنة الاستئناف. خلينا بس نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل أرجع أكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. بيان اتحاد كرة القدم فيما يخص لجنة الاستئناف انتهت الآن. لجنة الاستئناف ما بين قوسين التظلمات برئاسة السيد المستشار عادل الشرباجي وعضوية كل من السيد المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل السابق، السيد المستشار عمر الفاروق إسماعيل مساعد وزير العدل السابق. من نظر الاستئنافات الأربعة المقدمة من النادي الأهلي واللاعب محمود عبد المنعم كهربا ونادي الزمالك بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، وكذلك مناقشة الدعوة القضائية المستعجلة رقم 48268 أمام القضاء الإداري بالطعن على تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق والقرارات الصادرة منها، وقررت اللجنة الآتي: وقف نظر الاستئنافات الأربعة وكذلك القرارات المطعون عليها الصادرة من قبل لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد له جلسة 14/5/2023
في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري. إذن دي كانت قرارات لجنة الاستئناف. طيب معناه إيه الكلام ده؟ الكلام ده معناه اللي يهمنا احنا كنادي أهلي وككهرباء إن كهرباء هيكون متواجد في يوم 5/5 مع النادي الأهلي. كهرباء هيلعب بشكل طبيعي لغاية يوم 14/5، لأن لجنة الاستئناف وقفت كل الإجراءات الخاصة أو القرارات المطعون عليها، وكذلك القرارات المطعون عليها اللي هي إيه؟ وقف نظر الاستئناف وكذلك القرارات المطعون عليها. القرارات المطعون عليها اللي هي كانت إيقاف كهرباء 12 مباراة وغرامة 1,000,000 جنيه وبقية القرارات اللي موجودة هناك. في فده تم ايقافه خلاص. اذا لا احكام هذه اللجنه الحقيقه، وخلينا ننتظر ايه اللي هيحصل. هذه لجنه قضائيه وده بيان صادر منها، وبالتالي انا قريت لحضراتكم البيان، هو بيان واضح. كل اللي يهمني فيه ان كهربا هيكون متواجد مع النادي الاهلي بشكل طبيعي لغايه يوم 14/5. بعد 14/5 هنشوف ايه اللي هيحصل. عموما ده كلام يعني او دي قرارات اللجنه مره اخرى، خلينا اراها لحضراتكم. وقف نظر الاستئنافات الاربعه وكذلك القرارات المطعون عليها الصادره من قبل لجنه الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسه 14/5/2023 في الدعوه رقم كذا لسنه 77 قضاء اداري. الحقيقة وحاولوا يا شباب تجيبوا لنا الأستاذ محمد عثمان، حاولوا تكلموه دلوقتي برضو، لأنه الحقيقة من الواجب علينا أن احنا نحيي الإدارة القانونية في النادي الأهلي على هذا الشغل الكبير الحقيقة والرائع اللي حصل، لأنه طبعا ده دورهم وده لازم يبقوا هم اللي موجودين في هذه الأمور، ولكن في النهاية احنا بنشتغل على حقوق لاعبتنا. الإدارة القانونية يعني في النادي الأهلي بتشتغل على حقوق اللاعبين وعلى حقوق النادي الأهلي وفقا للوائح والقوانين. خلي بال حضراتكم، وفقا للوائح والقوانين، مش بالصوت العالي ومش بان انا اهدد اقول فرقتي راحت المطار وهي ما راحوش، وفرقه راجعه من المطار وهم ما رجعوش، اي حاجه. احنا لما نيجي نتكلم بنتكلم عن لوائح وقوانين النادي الاهلي اول من يحترمها. اطلع بقى يا فلان ويا علان اللي كنتوا عاملين ضغط غير طبيعي الفترة اللي فاتت على هذا الأمر، اطلعوا اتكلموا، اطلعوا اتكلموا. حاولوا تجيبوا لنا المستشار محمد عثمان نتكلم معاه في هذا الأمر. دايما مرة أخرى خلوني أقول لحضراتكم من أي حاجة بتحصل، النادي الأهلي بيتبع اللوائح والقوانين وتطبيقها. يعني لو في قانون او لائحه بتقول ان اسلام يتوقف هيتوقف. النادي الاهلي هيبقى واقف مع ان هو يتوقف طالما غلط واخطا، ولكن عندما لا يخطئ. انا عندي فيديوهين، اشوف فيديو وما اشوفش التاني، ده عشان ايه ان شاء الله؟ ما شفتهاش في الحته دي. وخلي بال حضرتك، لاحظ على الجانب الاخر، شايفين الالتزام بتاع اللاعب؟ هو لاعب في النادي الاهلي وبالتالي التزامه كبير جدا في هذا الامر، ان هو ما يطلعش يعلق، ما يتكلمش في حاجه، ركز في ماتشاتك. كان له دور كبير جدا في المباريات السابقه ان هو يكسبنا، وده دوره ان شاء الله وربنا يكرمه في مباراه يوم الجمعه القادم يوم 5/5 في كاس السوبر، ونشوف اللي هيعمله ان شاء الله اذا لعب. هو ده النادي الاهلي، هو ده اسلوب النادي الاهلي، وهي دي طريقه النادي الاهلي، دائما اتباع اللوائح والقوانين وتطبيقها على النادي الاهلي قبل اي حد تاني. مش زي ما كانوا بيقولوا، مش زي ما كانوا هم بيقولوا، بيطلعوا يقولوا ايه؟ بعض الاعلام من بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيطلعوا يقولوا ايه؟
النادي الاهلي ده بعبع ومحدش يقدر عليه. لا يا جماعه، النادي الاهلي طالما عندك حق هيفضل او طالما ليه حق هيفضل يدافع عنه لاخر لحظه مهما كان هذا الامر. لو ماليش حق، لو النادي الاهلي ملوش حق، صدقوني صدقوني النادي الاهلي دائما لا ينظر لمثل هذه الامور. ولكن عشان النادي الاهلي عارف كويس جدا ان احنا عندنا حق وعندنا اداره قانونيه محترمه تقدر تجيب لنا حقنا، ففضلنا ورا هذا الموضوع لغايه 14/5 ونشوف ايه اللي هيحصل بعد 14/5. خلينا نروح للمستشار محمد عثمان. سياده المستشار، ازي حضرتك يا فندم؟ كابتن اسلام، مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدين قناه النادي الاهلي الكرام. مساء الخير يا فندم. يعني خليني ابدا مع حضرتك بقرارات لجنه الاستئناف اللي انتهت الى وقف نظر الاستئنافات الاربعه، وكذلك القرارات المطعون عليها الصادره من قبل لجنه الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسه 14/5/23 في الدعوه رقم 48268 لسنه 77 قضاء اداري. تمام. هو طبعا في الحقيقه قرار لجنه الاستئناف قاضي بوقف نظر كل هذه الدعاوى اللي حضرتك اشرت اليها طبعا بيتفق مع صحيح القانون. بيتفق مع صحيح القانون ليه؟ لان احنا عندنا قضيه اوليه او مساله اساسيه متمثله في طعن النادي الاهلي على مشروعيه قرار تعيين لجنه انضباط مصدره هذه القرارات. واحنا لجانا للقضاء الاداري لدعوى مستعجلة، تم تحديد جلسة 14/5 لنظر هذا الطعن في مدى مشروعية تشكيل اللجنة. نعم. فبالتالي قرار لجنة الاستئناف أو التظلمات باتحاد الكرة برئاسة باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشرباجي بيتفق مع صحيح القانون وبيتفق مع جميع الإجراءات اللي اتخذها النادي الأهلي بهدوء، لأن احنا في النهاية لا ننصاع إلا للقانون. وده طريقنا دائما. وكان طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب بيولي هذه المساله اهميه خاصه باعتبارها قضيه قانونيه، والحمد لله ان تم اتخاذ هذا القرار. وننتظر ان شاء الله 14/5 كلمه مجلس الدوله او كلمه القانون في مدى مشروعيه لجنه الانضباط. طيب معلش يا فندم برضو، لانه ممكن الناس ما تبقاش فاهمه الشكل بشكل قانوني، اللي يهم جمهور النادي الاهلي هل كهربا هيكون موجود مع النادي الاهلي بشكل طبيعي لغايه يوم 14/5؟ هل الكلام اللي انا بقوله ده صحيح ولا لا؟ بالطبع كهربا مكمل مع النادي الاهلي ومستمر في لعبه، هيلعب السوبر حتى مش ل 14/5 بس، لان 14/5 ممكن المحكمه تاجل القضيه لجلسه او جلستين قبل ان تصدر حكمها، وبالتالي كهربا مستمر في اللعب حتى يصدر مجلس الدولة حكما في هذه القضية. التالي ايه بقى يا فندم؟ يعني ايه اللي هيحصل بعد كده؟ المحكمة، محكمة القضاء الإداري لو قضت ببطلان تشكيل اللجنة هتنتظر الحكم وننتظر الحيثيات، وهيعاد تشكيل اللجنة في إطار اللي هتقوله مجلس الدولة. ولو مجلس الدولة قال إن قرار تشكيل اللجنة صحيح يبقى هنرجع لجنة التظلمات لتنظر الاستئناف، وهنا في الحالة دي هنقدم دفاعنا اللي كان منصب على إن الفيديو لم يتم فحصه وبعض الامور القانونيه الاخرى. يعني هنرجع لنقطه الصفر. ان كان في اتنين فيديو وشافوا فيديو ما شافوش التاني. بالظبط كده. فخلينا لكل حادث حديث، اما الان قولا واحدا جميع هذه التظلمات تم وقف نظرها، اللاعب مستمر في اللعب، ننتظر كلمه القضاء الاداري في هذا الشان. طيب اذا انا بشكرك جدا يا سياده المستشار وعلى كل هذا المجهود. احنا عارفين طبعا ان مجهود كبير جدا عليكم، ولكن دائما ما يكون النادي الاهلي دائما في نصره اللوائح والقوانين، او القوانين واللوائح والدستور وكل هذه الامور، لان النادي الاهلي دائما اخلاقه ومبادئه هي اللي بتودينا لمثل هذه الامور. شكرا جزيلا للمستشار محمد عثمان على كل هذه التوضيحات مره اخرى من رجل قانون مش من اسلام. كهربا هيكمل لحين صدور الحكم فيما يخص هذا الأمر رقم 48268. نقفل بقى هذا الموضوع ونرجع مرة أخرى بقى لبقية الأمور اللي احنا شغالين عليها. زي ما قلت لحضراتكم، يجب أن يكون هناك فارق ما بين الكذب والتدليس والحقائق. وريت لحضراتكم إيه هي الحقائق فيما يحدث في ألعاب الصلاة في النادي الأهلي. ماليش دعوة بحد تاني، خلينا نتكلم عن النادي الأهلي. 14 بطولة
حتى الآن من 20 مثلا أو من 21 هيكتملوا على آخر خمسة إن شاء الله كل بطولات ألعاب الصالات تكون اكتملت. وساعتها نجيب لحضراتكم كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي يطلع يتكلم في الإنجازات وفي الإخفاقات. لو احنا أصبح عندنا إخفاق في اليد في أنا آسف في الطايرة كأس ودوري خسرناهم، كابتن خالد إن شاء الله يطلع يتكلم في كل هذه الأمور ولكن بعد انتهاء موسم ألعاب الصالات عشان نقدر نتكلم في كل هذه الأمور. لا صوت يعلو على مباراة الأهلي والزمالك، الفريق أغلق ملف مباراة الرجاء والمشوار الإفريقي وأصبح كل تركيزنا دلوقتي على حصد لقب السوبر ومواصلة الانتصارات على جميع البطولات. كالعادة النادي الأهلي في أي بطولة بيدخلها لازم يكون بطلها التاريخي، وزي ما الأهلي هو بطل التاريخي للدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، هو أيضا البطل التاريخي لبطولة السوبر المصري، وده أيضا بالأرقام والتواريخ. الأهلي هو أكثر فريق لعب مباريات للسوبر 16 مرة، لأنه دايما زي ما حضراتكم عارفين أن الأهلي هو بطل يا دوري يا كاس، غالبا الدوري والكاس بيبقوا مع بعض، ولكن دائما تجد النادي الأهلي الأكثر تواجدا في مباريات السوبر المصري ومتواجد ومتوج بالبطولة ل 12 مرة. 12 مرة بيفوز بها النادي الأهلي بطولة السوبر المصري. عموما خلونا نطلع نشوف هذا التقرير عن المارد الأحمر البطل التاريخي للسوبر المصري ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. في دور ال 32 إن شاء الله في كأس مصر النادي الأهلي سيلاقي منتخب السويس، وفي دور ال 16 حال تأهل النادي الأهلي هيلعب النادي الأهلي مع الفائز من الداخلية وأسوان، وفي دور الثمانية في حال أيضا تأهل النادي الأهلي هيلعب النادي الأهلي مع الفائز من مواجهتي المصري وبترول أسيوط وحرس الحدود مع غزل المحلة. أما إذا نجح النادي الأهلي في الوصول إلى الدور قبل النهائي دور الأربعة الأهلي هيلاعب المتأهل من المواجهات الإسماعيلي والنجوم وسموحة وألو إيجيبت وإمبي ولافينا وفيوتشر مع طلائع الأسطول. دي المباريات اللي هيلعبها أو دي الفرق اللي من الممكن جدا أن يقابلها النادي الأهلي. الحقيقة أنا شفت في منتخب السويس النهاردة تعليق ليهم على في الجول، أعتقد بيتكلموا على أنه رئيس منتخب السويس بيتكلم على أنه حظه ان هو هيقابل النادي الاهلي. قال لك السؤال اللي كان بيتسال ان من الممكن ان تحدث المفاجات، قال لهم المفاجات ممكن تحدث في الكاس فعلا ولكن مش مع النادي الاهلي. لا خلي بالكم انا دايما بقول هذه الكلمه، اي مباراه بتبقى 50-50، اي مباراه 90 دقيقه والاقوى والاهم والافضل في الملعب هو اللي بيكسب. اي مباراه في الدنيا مهما كانت الفريق بيلعب فين ومهما كان الفريق الاخر اقل منه او في درجه ادنى أو في درجتين أدنى مفيش مشكلة، طبعا هناك فروق وكل هذه الأمور، ولكن في النهاية كرة القدم لا تعترف بالأسماء، كرة القدم تعترف فقط بالمجهود وخبرة اللاعبين جوه الملعب وخبرة المدير الفني كيفية وكيفية قيادته لهذه المباريات. ليه بقول كده؟ لأنه طبعا النادي الأهلي الأكبر والأهم والأعرق والأفضل وكل شيء في مصر وفي أفريقيا، مش بكلامنا ولكن بالأرقام والنتائج، ولكن تظل دائما كرة القدم متعتها في كده، حلاوتها في كده، إن أنت ما تبقاش عارف مين اللي ممكن يكسب ومين اللي ممكن يخسر حتى الوقت الأخير من عمر المباراة. عموما دي كانت كل اللي هنتكلم فيه النهارده، لانه عندنا ضيوف وعندنا كلام كتير جدا نقدر نتكلم من الناحيه الفنيه على مباراه الاهلي والزمالك والرجاء وكل هذه الامور. وبعد كده هنتكلم ايضا عن، او خلينا نطلع نشوف تقرير عن قرعه دور ال 32 في كاس مصر ومندوبين الانديه قالوا ايه وكل هذه الامور، وبعد كده نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هيكون معانا في فقرتنا الاولى النجم الكبير كابتن احمد عادل في ضيافه البيت الكبير. شاف القرعه عادله يعني فيها شفافيه طبعا. تقريبا فيها تقسيمه الفرق اللي صاعده والفرق اللي من تحت والفرق الكبيره، لا انا شايفها طبعا قرعه عادله.
مجموعة سيراميكا كليوباترا من مجموعة قوية وقع مع نادي الزمالك. هنقابل أول ماتش ديكيرنس من الفرق اللي تنافس على الصعود للدوري الممتاز. فرقة قوية، مدرب محترم، فرقة محترمة، وبالتوفيق لكل الأندية إن شاء الله. وماتشات الكاس دايما معودانا، ما فيهاش كبير ما فيهاش صغير. برضو مجموعة النادي الأهلي مجموعة صعبة، بس النادي الأهلي معودنا إنه ما عندوش مستحيل، ما عندوش حاجة صعبة. النادي الأهلي ما بيفرقش معاه اسم، ما بيفرقش معاه أي حاجة. بطولة كأس مصر فرصة لكل الأندية إنها تلعب عليها، فرصة لكل الأندية إنها تاخد بطولة زي ديت. لكن إن شاء الله بإذن الله إحنا وقعنا مع المحلة، إن شاء الله بإذن الله عملنا معاهم ماتش كويس جدا في الدوري الممتاز، فإن شاء الله بإذن الله نعمل ماتش كويس ويكون بطولة كويسة لكل الأندية في مصر. طبعا القرعه النهارده احنا جايين باهداف معينه، احنا ترتيبنا الاول في مجموعه الصعيد، فجايين باهداف موجوده، جايين اللي احنا عندنا المرحله الاولى اللي احنا نبقى الاول ونصعد للدور الممتاز. الفريق انشاؤه تاريخ جديد، سنتين ونص فقط صعدنا من الرابعه للثالثه. اشتركنا قبل كده في كاس مصر مع قابلنا نادي الاسماعيلي واحنا في القسم الرابع، قابلنا نادي بيراميدز واحنا في القسم الثالث، بنلعب نادي انبي. طبعا ده فريق محترم جدا دلوقتي اللي احنا لعبنا نادي انبي في ظروف اللي احنا بننافس على الصعود في الدوري، فاحنا الاثنين مرتبطين ببعض. اتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل لدور 16، وعندنا لعيبه كويسه قوي ممكن كمان ان شاء الله يقدروا يعملوا مفاجاه ويكسبوا نادي انبي ونلعب مع نادي مباراه كويسه ونقدم مباراه كويسه عشان بعد كده نفكر في الدوري كمان. والله احنا مش باصين للمجموعه قد ما احنا باصين للماتش بتاعنا. احنا وقعنا مع فيوتشر، طبعا مصر كلها عارفه فيوتشر فرقه عامله ازاي، بقت تنافس في الكونفدراليه لغايه اخر لحظه، وهي حاليا وصيف الدوري المصري بعد النادي الاهلي مع جهاز فني زي كابتن علي ماهر وجهازه. فالمواضيع كلها شارحه نفسها يعني، ففرقه قويه جدا ومواجهه قويه جدا هتكون مع النادي عندنا، بس احنا يعني مستعدين لابعد الحدود. النادي الاهلي برضو نادي كبير جدا، ما حدش يقدر يقول حاجه اكتر من كده، ما بيحدش بيزايد عن كده. فيعني هو يفضل دايما هو ونادي الزمالك المرشحين اللي يعني اول المرشحين للبطوله ديت زي السنين اللي فاتت كده كلها. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد عادل. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك، كله تمام كويس الحمد لله. زي الفل الحمد لله. خليني ابدا معاك على طول. اولا قبل بس ما نتكلم مباراه الاهلي والزمالك، خليني ابدا معاك عن او رايك في مباراه الاهلي والترجي والرجاء. مش الترجي، الرجاء. لا لسه الترجي بعدين. لا دايما النادي الاهلي في المواقف الصعبه او عند النهائيات او ما قبل النهائيات لعيبه النادي الاهلي بجهازه الفني بيبقوا عند حسن الظن طبعا. ده اللي معودنا عليه النادي الاهلي دايما، وهو فرح الجماهير او الحاجه اللي بتفرح جماهير النادي الاهلي، اللي المفروض بيلاقوها بعد المسانده الكبيره من جماهير النادي الاهلي لما يكون بكم الاعداد دوت وبيساندوا الفرقه. دي ابسط حاجه لجماهير النادي الاهلي طيب. ان لعيبه الاهلي تعملها ان هم يفرحوهم او يعني يبقوا في خطوه للامام لتحقيق البطوله اكيد. يعني بقى من الناحيه الفنيه شفت ان المباراه البعض جاي مثلا يقول لك ايه على كولر ان انت ما هاجمتش كتير في هذه المباراه، رايك؟ اكيد لازم الراجل بيلعب بتحفظ، وخصوصا الطريقه اللي بيلعب بيها مستر كولر، ان انا بشوف ان هو بقت لعيبه النادي الاهلي متمرسه عليها بشكل كبير جدا، وهي طريقه 4-3-3، مع ان دي مش الطريقه المعتاده اللي مستر كولر بدا بيها المهمه مع النادي الاهلي. كان بيلعب 4-2-3-1، لكن مع بعض المهام اللي بياخدها اللعيبه داخل الملعب، وانا بشوف ان من اهمهم في طريقه اللعب دي هو حمدي فتحي، وما بيعمل الزياده العدديه من نص الملعب وبيقدر يكمل ويضيف لخط هجوم النادي الاهلي، بيبقى اضافه حتى في خط الهجوم، ويعمل ارتداد سريع في نص الملعب يضم مع اليو مثلا اليو ديانج او مروان عطيه، واللي انا بشوف برده من اهم الصفقات وثبات مستواه على مدار كل المباريات سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي. لا فعلا اضافه لخط وسط النادي الاهلي، لكن تثبيت طريقه اللعب دي اهم حاجه اللي كان معتمد عليها مستر كولر، وحتى في التنظيم الدفاعي انا بشوف ان اثنين من اهم السرد باكات في افريقيا في قلب الدفاع النادي الاهلي، وده اللي منجح طريقه الراجل هو ياسر ابراهيم وعبد المنعم، وربنا يشفيه طبعا رامي ربيعه ويرجع احسن من الاول، او مع وجود متولي لما الراجل بيستعين بيه. فحته التنظيم الدفاعي وتقارب الخطوط هو ده اللي بيدي افضليه للنادي الاهلي مع الحته الهجوميه، وان مفاتيح لعب النادي الاهلي دايما في تفوق، واهمهم طبعا حسين الشحات مع كهربا مع بيرسي تاو،
دايما بتكلم على مفاتيح لعب النادي الاهلي، لما تبقى في حالتها هتشوف النادي الاهلي في احسن حاله. لا لعبت مثل هذه المباريات كتير، بتشوف مباريات شمال افريقيا تحديدا، وتحديدا مباريات الفرق في المغرب او في تونس او حتى في الجزائر، الحقيقه كلها اعتقد بتبقى مباريات صعبه جدا. اكيد ده بيرجع حتى لو نبعد عن المستوى الفني، هو مستوى الضغط، الضغط العصبي اللي بيبقى على اللعيبه، والضغط اللي بيبقى من جماهير الخصم المنافس زي ما حضرتك قلت في الدول دي، اكيد ده يبقى وضع طبيعي بالنسبه للاعيب النادي الاهلي وانه يتحمل الضغوط، ودي من اهمها. يعني كل الناس بتبقى متخوفه مثلا واحنا طالعين نلعب الرجاء بره، طالعين نلعب الترجي بره، طالعين نلعب الوداد بره، اول حاجه لك الجمهور، الجمهور صحيح. والضغط، لكن طبيعي ان انت كلاعب نادي الاهلي تبقى متمرس على الموضوع ده بشكل كبير جدا، وده اللي حتى فارق مع لعيبه النادي الاهلي ان هو بيتحملوا الضغوط تحت اي حتى تجمع جماهيري او لو في قاعده جماهيريه بشكل كبير جدا. لا اللعيبه دلوقتي بقت متمرسه بشكل كبير جدا، عندهم خبرات كبيره جدا سواء على المستوى الفني او مستوى الضغط الجماهيري عليهم. لا ده بيبان، وبان حتى في مباراه الرجاء الاخيره اللعيبه كانت بتلعب بكل اريحيه، مفيش ضغط عليهم جماهيري ولا اي حاجه، فاعتقد اللعيبه بقت متمرسه بشكل كبير جدا في الموضوع. اعتقد الترجي نفس الشكل او نفس يعني انت بتلعب الترجي او بتلعب الرجاء، ها الرجاء فريق كبير جدا وفي افريقيا وكل حاجه، ولكن وانت بتلعب الرجاء او بتلعب الترجي هتلاقي نفس الشكل، نفس المشهد الجماهيري، نفس المشهد حتى في طريقه اللعب. اكيد نفس المشهد لو هنتكلم على الحته الجماهيريه، ملعب رادس برضو ده بيسبب ضغوط اكيد على لعيبه النادي، يعني الملعب والجماهير ده يمكن احنا مع الجيل بتاعنا لعبنا كتير جدا الترجي في تونس، كانت ممكن يسبب كانت ما قبل هذا الجيل كانت عقده او بيتقال ان هي عقده، لكن الترجي لكن بعد مننا احنا الحمد لله يعني احنا حققنا بطولات كتير جدا، كنت حتى كل قبل نهايه او نهايه بنلعب الترجي والحمد لله بنحقق مكسب او في المجموعه حتى او في المجموعات برضو بنلعب الترجي، لكن الحمد لله كانت الافضليه دايما لينا. صحيح. فدي حاجة تطمن حتى الجيل الحالي حقق مكاسب كتير جدا، وخصوصا لما تحقق 9 و10 كان هي افريقيا وانت حامل اللقب، دي بتديك ثقة كبيرة جدا على مستوى افريقيا. يعني بيتقال ان الترجي قدر يكسب الزمالك هنا في 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 مصر يعني. الـ 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 لا مع النادي الاهلي الموضوع مختلف. أوكي. يعني موضوع مع النادي الاهلي مختلف، سواء على حتى السكواد النادي الاهلي او على طريقه لعب النادي الاهلي او على مقاومات اوضه لبس النادي الاهلي، انا بشوف ان هي دي اللي بتدي الافضليه دايما. نعم. اوضه لبس النادي الاهلي مع السكواد كله بالكامل، حتى لما بتشوف كابتن اسلام ان في غيابات في اصابات ربنا رجعهم بالسلامه سواء كريم فؤاد او اكرم توفيق، لكن في بعض اللعيبه بتبقى على قد المسؤوليه وما بتحسش ان في لعيبه غايبه، دي صحيح. بترجع لطريقه لعب الراجل والطموح والهدف اللي بقى داخل كل لعيب داخل الفرقه، وان هو يتحمل مسؤوليه تيشيرت النادي الاهلي، فدي دايما اللي اكيد بتديك الافضليه دايما. من وجهه نظرك هل هتفرق تاهل النادي الاهلي الى الدور قبل النهائي قبل مباراه السوبر؟ من الناحيه النفسيه يعني. اكيد هيفرق بشكل كبير جدا، لكن لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ودايما اللي بتكلم عليه دايما اللي ليه دور كبير اكبر في حته اوضه لبس النادي الاهلي هو كابتن سيد عبد الحفيظ، ان هو بيقدر يفصل البطولات كويس، بيقدر يفصل الحاله اللي بيبقى عليها اللعيبه سواء ان هو بيطلع من بطوله او سواء كاس سوبر او دخل على بطوله افريقيا او بيلعب في بطوله الدوري، لا الحاله اللي بتبقى داخل الفرقه ان الفرقه بتبقى قافله عن نفسها بشكل جيد، بتاخد زي ما بنقول ستيب باي ستيب كده خطوه بخطوه، بيفصل كل بطوله لوحدها، فده يطمننا احنا كمحبين النادي الاهلي. اكيد انا قلت معلومه خاطئه ان انا قلت الزمالك او الترجي كسب الزمالك هنا في مصر، لكن هو الزمالك اللي كسب الترجي 3-1. انا غير متابع جيد لمباريات الزمالك وبالتالي ما باخدش بالي قوي من مثل هذه المباريات، لا دي حقيقه ما بتحصلش. لكن الزمالك قالوا لي يعني ان الزمالك كسب الترجي 3-1 هنا واتغلب منه في تونس، مظبوط؟ طيب فمظبوط؟ طيب اتغلب 2-0 في تونس، الزمالك اتغلب 2-0 في تونس، عشان بس في ناس بتبقى قاعده حتى الحاجات اللي انت ما تاخدش بالك منها قوي. طيب نرجع مره ثانيه، اذا من الناحيه النفسيه النادي الاهلي مؤهل ان هو يلعب هذه المباراه، مباراه السوبر يعني بشكل جيد. انا بشوف ان هي نفسيا وبدنيا وفنيا، انا بشوف ان النادي الاهلي في احسن حالاته فنيا، احسن حالاته بدنيا. مفيش وقت ارهاق يا احمد؟ يعني مثلا اذا المباراه اتلعبت يوم الجمعه القادم هيبقى النادي الاهلي لعب مباراه قبلها باسبوع، نادي الزمالك هيبقى بقاله تقريبا 10 15 يوم او 12 يوم 13 يوم مريح، هل ده هيفرق؟
هو اكيد هيفرق، وخصوصا ده اللي احنا متعودين عليه في النادي الاهلي دايما. انت ممكن تقعد سنتين كل اربع ايام مباراه، يعني كل سنتين موسمين، لكن هتلاقي فرق مثلا الزمالك، الفرق الثانيه اللي بتشارك في افريقيا، بيراميدز، بتطلع بدري وبيبقى فيه خسارات وما بتتاهلش، لكن هنا فبتستريح، بتاخد راحه كافيه. لكن النادي الاهلي دايما، وده اللي بنتكلم عليه دايما، ان انت مهم في لعيبه النادي الاهلي ان انت تقفل صفحاتك كويس، ان انت بعد اربع ايام يا عندك بطوله مهمه يا عندك مباراه مهمه. فده ده اللي لازم يركز فيه لعيبه النادي الاهلي، مع ان الراجل بيشتغل على عامل الريكفري كويس، وده دي انا بشوف ان هي من اهم النقط اللي لازم الراجل يركز معاها، حته ان هو يعمل ريكفري كويس او الاستشفاء بتاعت اللعيبه، ان لعن في مباراه كمان اربع ايام او خمس ايام تبقى مهمه، فاكيد الراجل منظم الموضوع ده كويس اكيد. الحقيقه شفنا الكاف اختار محمد هاني وحمدي فتحي الحقيقه في قائمة اللاعبين الأفضل أو في الحداشر الأفضل في هذه المباراة أو في هذا الدور في البطولة دوري أبطال أفريقيا. أعتقد أنهم يستحق الاثنين سواء محمد هاني أو حمدي فتحي. أنا بشوف أن محمد هاني كان أفضل لاعب، وجهة نظري يعني الشخصية، محمد هاني كان أفضل لاعب في مباراة الأهلي والرجاء. أكيد يا كابتن إسلام، ده بيديك مؤشر حتة الاستمرارية، يعني يمكن هاني ما خدهاش من مباراة أو مباراتين، وده اللي كنا بنتكلم عليه دايما. يمكن كنا ممكن في بعض الانتقادات لهاني شويه بعض الفترات ان المستوى متذبذب، لكن ثبات هاني على المستوى سواء على مستوى محلي او على مستوى افريقيا، استمراره في اللعب دائم، مستواه عالي بشكل كبير جدا، بقى ثابت عند ليفل معين ما بينزلش عنه، فهو ده اللي بيديله الافضليه دايما. ويمكن لما اتكلمنا في اول حلقه على حمدي فتحي ومدى تاثيره مع النادي الاهلي ومدى تاثيره حتى مع طريقه اللعب النادي الاهلي، لا الاثنين فعلا يستحقوا. زائد لازم ندي برضو لياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم في المواقف الصعبه ممكن يبقى غايب مبارتين ثلاثه، بس لما بيرجع بيبقى قد المسؤوليه. صحيح، وببارك له على ده، وان شاء الله يرجع بالسلامه بعد الاصابه اللي كانت في اخر المباراه. ان شاء الله بسيطه، لكن انا بشوف المستوى النادي الاهلي ككل لا في احسن حالاتهم، مع طبعا زي ما قلت لحضرتك حتى مفاتيح اللعب لما بتبقى فايقه في النادي الاهلي بيفرق مع الاداء بشكل كامل، وكان من اهمهم طبعا علي معلول، فربنا يبعد عنهم الاصابات. لا الاداء ماشي بشكل جيد، ويستحقوها اكيد هاني وحمدي. طبعا محمد هاني عامل مباراه جيده جدا، وحمدي فتحي نفس الكلام. خلينا نروح لمارسيل كولر وكيفيه قيادته لمثل هذه المباريات. اكيد انا بشوف انها بيقودها بذكاء شديد جدا، مش عايز نقول بتخوف، لكن بحرص شديد جدا، بتقارب الخطوط. ممكن بيبقى صعب عليك انت كمدير فني ان انت بتغير في وسط الموسم كطريقه لعب، ومع زي ما قلنا مع ضغط المباريات، لكن انا بشوف ان اللعيبه مساعده بشكل كبير جدا، يعني مساعده بشكل كبير جدا بامكانياتهم الفنيه والبدنيه واستيعابهم حتى كمان للشغل. عشان كده الراجل ناجح في الطريقه اللي انا بشوف ان هي جديده، مع زي ما اقول تحرر بعض الشيء لاداء حمدي فتحي من نص الملعب، وبيدي افضليه وبيدي نزعه هجوميه مع التكمله العدديه اللي بيعملها على الـ على الـ على المرمى. لكن انا بشوف ان الراجل يعني قدر يستغل مفاتيح اللعب اللي عنده بشكل جيد، وبيقدر يعني من مباراه لمباراه بيقدر يفصل يعني بيفصل من مباراه لمباراه، ودي ما يميز الراجل انه بيقرا الفرق اللي امامه بشكل جيد، ودي اكيد اللي بتفرق معاه في المباريات اكيد. طيب خلينا بقى نروح لمباراه الاهلي والزمالك في السوبر المحلي ان شاء الله يوم الجمعه القادم. انت برضو لعبت مباريات كثيره الاهلي وزمالك، ولعبت سوبر اعتقد اهلي وزمالك ولا لا؟ لعبت اسماعيلي اهلي وزمالك، لعبنا 4-3 لكن ماشي، لعبنا اهلي وزمالك كتير، لكن كيف تنظر لهذه المباراه خصوصا في ظل هذه الاجواء المشحونه واللي احنا شايفينها، وده يقول لك ده مشي وده مش ونادي الزمالك اعتذر عن البطوله ومش يعني خلينا نتكلم ان احنا اهلي وزمالك يوم الجمعه اللي جاي. انا بشوف ان الاستقرار اللي فيه النادي الاهلي سواء فنيا سواء ان هو قافل على نفسه بشكل جيد، انا بشوف ان حاله اللغط دي مش هتاثر على النادي الاهلي، بل بالعكس هتاثر على نادي الزمالك. دايما انا بتكلم على الاستقرار الاداري، هو ده اللي منجح النادي الاهلي او منجح منظومه النادي الاهلي، او ان قافلين على نفسهم حتى لو في مشاكل بتبقى داخل النادي الاهلي ما بتبقاش بره. اكيد ده بيفرق. مفيش فرقه في الدنيا يا احمد ما فيهاش مشاكل، 100% في مشاكل، كيفيه ادارتك لمشاكلك. ادارتك لمشاكلك يا كابتن اسلام، ان مش انت كل حاجه يطلع اعمل وزع ده ما يميز النادي الاهلي. يمكن احنا واحنا عايشين داخل النادي الاهلي كانت دايما مشاكلنا داخل اوضه اللبس داخل النادي، عمرها ما بتطلع بره.
لكن انا بشوف ان الاستقرار الفني والاداري والبدني والمعنوي عند النادي الاهلي، وده اللي بيديله الافضليه دايما. ويمكن ملعب وشه حلو علينا اكيد ان شاء الله نحقق منه البطوله. الامارات مش عارف انا ليه دايما كالعاده دايما كالعاده كلنا الحمد لله مطمنين، يعني ان شاء الله البطوله تبقى من نصيب النادي الاهلي يا رب ان شاء الله للحاله اللي عليها النادي الاهلي وحاله الاستقرار. اكيد دايما بشوف ان مثل هذه المباراه الاهلي والزمالك مهما كانت شكل الفرقتين، يعني لو الاهلي كان قوي جدا 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 والزمالك ضعيف جدا 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 50-50، لو الزمالك قوي جدا 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 والاهلي ضعيف جدا 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 50-50 برضو. طبعا هي بص يا كابتن اسلام، زي ما حضرتك بتقول مباراه اهلي وزمالك ما لهاش توقعات، لكن ليها مؤشرات. يعني ليها مؤشرات ان انت بتبقى في حاله جيده فنيه، بتبقى قافل على نفسك بشكل جيد، اوضه لبس النادي الاهلي بتبقى مركزه بشكل كبير، اللعيبه الكبيره عليها دور كبير. أيوة. جدا داخل اوضه اللبس حتى في الاجتماعات. امتى بقى في التوقيت اليومين دول، ولا من ابتداء من الخميس مثلا اللي جاي قبل المباراه بيوم؟ هي بتبقى قبل المباراه بيوم اعتقد، يعني ان الحاله اللي بيبقى عليها التركيز حتى في التمرين، وده واضح على لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا ان هو خلاص قفل الصفحه الافريقيه وبيفكر في مباراه السوبر. مع ان اكيد بعض اللعيبه او من اهمهم طبعا اللعيبه الكبيره علي معلول والشناوي وكل اللعيبه الكبيره، مش عايز انسى حد السوليه، اكيد بيبقى في زي قاعده مع بعض ان اكيد بطوله مهمه تضاف لدولاب تاريخ النادي الاهلي، فاكيد اللعيبه عندها المسؤوليه دي. وانا بشوف ان اللي منجح النادي الاهلي طول الفتره اللي فاتت واللي هينجحه طول الفتره اللي جايه هو تكاتف اللعيبه مع بعض، اللعيبه الكبيره، وان عندهم اوضه لبس تساعدهم انهم يحققوا بطوله اكيد. طيب برضو مدرسه سويسريه ومدرسه كولمبيه دلوقتي مع نادي الزمالك، المدرسه السويسريه مع النادي الاهلي والكولومبي مع نادي الزمالك. واحد بقى له 3 4 5 6 شهور والتاني لسه جاي ما بقالوش اسبوعين ثلاثه. خلينا نقول ان هي مش هتبقى مباراه سهله على النادي الاهلي، لان الراجل لسه جاي جديد، الراجل لعيبه هتدي اقصى ما عندها، حتى لو في لعيبه صغيره، حتى لو في لعيبه جديده، اللعيبه هتدي اقصى ما عندها اكيد، عشان كده المباراه مش هتبقى سهله على النادي الاهلي. لان دايما يا كابتن اسلام انت عارف لما في مدرب جديد فكل اللعيبه عايز تثبت نفسها، حتى اللي لسه راجع من الاصابه. صحيح. حتى اللي كان بعيد يقول لك انا مثلا ما كنتش بلعب مع الراجل قبل كده، الراجل اللي مشي، انا في مدرب جديد اثبت نفسي. فاكيد هتلاقي برضو نادي الزمالك مجهز كويس للمباراه، يمكن زي ما اتكلمنا مباراه اهلي وزمالك ما لهاش توقعات، لكن اكيد زي ما بكلم حضرتك مش هتبقى مباراه سهله على النادي الاهلي، لكن التفوق او الحاله اللي عليها النادي الاهلي دي اللي مطمنه كل جماهير النادي الاهلي، ان مفاتيح اللعب دايما لما بتكلم اكيد فايقه واكيد في حالتها، فده اللي هيفرق في اداء النادي الاهلي ان شاء الله يحقق البطوله باذن الله. شايف السيناريو هذه المباراه كيف يسير؟ انا اللي انا اتمناه وجهه نظري بشوفه يعني. اللي انا بتمناه يعني ان فرض اسلوب لعب من مستر كولر، ان هو يعمل ضغط عالي على فريق الزمالك. انت شايف ان هو هيعمل ضغط عالي؟ مش هينتظر؟ لا مش هينتظر، هيعمل ضغط عالي، هيخنق اللعب، او هو هيدرس فريق الزمالك كويس. لو هو بيحاول يطلع بالكوره من ورا، انا ما اعرفش طريقه اللعب الراجل الجديد هتبقى عامله ازاي. كلنا ما هي دي النقطه، ما انا كنت ده السؤال اللي جاي. هو انا لما اجي هتفرج على نادي الزمالك، هو بقى له 3 ماتشات المدرب بتاع الزمالك، بقاله 3 ماتشات صح او 4 ماتشات حاجه كده. الاربع ماتشات كل تقريبا او كل مباراه بتشكيل مختلف، وبالتالي انا كمدير فني منافس ليك حاجه ابص اتفرج عليك مش هعرف اجيب. هنا برضو بيبقى في رتوش معينه او رتوش معينه اللي هي شكل عام، او شكل عام ان الراجل يا بيحاول يطلع بالكوره يا بيلعب على الكونتر اتاك يا. فهنا انا كمستر كولر لو الراجل هيحاول يطلع بالكوره فلازم اخنق اللعب، اعمل ضغط عالي من قدام، وده اللي هيساعدني فيه زي ما بقول لحضرتك الثلاثه اللي في الخط الامامي مع الزياده من ورا من او الضغط العالي من حمدي فتحي او مروان عطيه، واللي بيتمركز دايما اليو ديانج او لو سواء موجود السوليه معاهم في نص الملعب. فهنا اللي انا بتمناه من الراجل او السيناريو ان مستر كولر مهم جدا في المباراه دي ان انت تنزل اول 10 دقائق تفرض اسلوب لعبك بشكل واضح. ده هيفرق معاك، ولو قدرت ان انت تحرز هدف في اول 10 دقائق او اول ربع ساعه اعتقد ان المباراه مش هيبقى فيها الضغط زي ما انت ماشي تعادل يعني. اكيد اوراق الرابحه لنادي الزمالك، يعني عشان انا اقدر اكسب نادي الزمالك اقفل على مين؟ مين نقاط الضعف اللي موجوده عنده؟
هو انا مش متابعهم بشكل جيد بس برضو. بس انا بشوف من اهم اللعيبه اللي في فريق نادي الزمالك هو سيف جعفر. يعني سيف سيف جعفر اللي هو بيلعب في نص الملعب بيقدر يعمل الزياده الهجوميه. زيزو برضو اعتقد لسه واحد من افضل اللاعبين في مصر من الفتره الاخيره. من افضل اللاعبين في مصر زيزو اكيد هيفرق في المباراه دي بشكل كبير جدا. زي ما انا بتكلم دايما برضو كان رحيل امام عاشور عن نادي الزمالك هو خد منهم كتير، لكن في المباراه دي اعتقد زيزو اهمهم، زيزو وسيف فاروق سيف جعفر من اهم اللعيبه في نادي الزمالك اكيد. سيف الجزيري برضو بشوف ان له دور كل الكرات العرضيه بيقدر يعمل فيها شغل، بيعافر لعيب كويس. هو لعيب كويس بس احمد فتوح ابو الفتوح ناحيه الشمال فتوح لعيب مهم. بس كابتن انت بتتكلم على فرويد ممكن كل ربع ساعه كل تلت ساعه يوصل له كورتين ثلاثه، ده برضو اكيد مفاتيح اللعب اللي عند نادي الزمالك ما بتقدرش تدعمه بشكل جيد كسيف الجزيري ان هو يطلع اقصى ما عنده او يطلع احسن حاجه عنده. لكن زي ما بقول لحضرتك الزياده اللي بيعملها من تحت سيف جعفر او زيزو هي دي اللي بتفرق مع اداء نادي الزمالك. الى اي مدى سيكون حراسه المرمى دور في هذه المباراه سواء اهلي او زمالك؟ اعتقد الشناوي لما بيجي عليه يعني مواقف صعبه او كرات صعبه بيقدر يتعامل معاها بشكل جيد، وده ما يميز الشناوي لان هو ما بياخدش الحارس الاول في مصر او كلمه ان الشناوي في حته تانية. اكيد بيبقى كل فتره كبيره جدا بيبقى في خطا وده وارد عند اي حارس مرمى، لكن على مستوى جميع المباريات الشناوي بيتحمل الضغوط بشكل كبير جدا، احتكاكه في المباريات الكبيره بيديله افضليه بشكل كبير جدا، عشان كده هو في المكانه دي. فاعتقد ان حراسه المرمى في النادي الاهلي مدياها تقولها وما بتسببش ضغوط يعني حتى على الشناوي من طريقه لعب الفرقه. لكن الشناوي فعلا في المباريات دي بيبقى عند حسن الظن وبيقدر يبقى زي سد عالي للنادي الاهلي اكيد في ظهره. طيب هل تتوقع ان تصل المباراه الى ركلات الترجيح ولا لانه هنلعب نص ساعه على الشوطين على ما اتذكر يعني؟ ممكن نوصل لكده بس انا ما اتمناش يعني ما اتمناش ان احنا نوصل لكده، لان لو لعبنا نص ساعه على شوطين ما اعتقدش ان احنا الحاله البدنيه مع ضغط المباريات. اتمنى ان هي تخلص في ال 90 دقيقه الاولى، يعني اتمنى ان هي تخلص في ال 90 دقيقه الاولى، لان ده هيبقى حمل بدني كبير على لعيبه النادي الاهلي. طيب هل تخشى على النادي الاهلي من الارهاق يعني من مباراة الأخرى من بطولة الأخرى، ولا الأسبوع أنت شايفه وقت جيد؟ ممكن ده بيبقى ذكاء حتى من اللعيبة ومن طريقة لعب الراجل. يعني مهم جدا أن أنت تبقى الكرة في رجلك دايما، أنت اللي تتحكم في رتم اللعب، وده اللي مهم جدا على اللعيبة اللي داخل النادي الأهلي واللي بتتحكم في رتم لعب النادي الأهلي، سواء عن طريق أليو ديانج أو لما الكرة بتوصل حتى لعلي معلول. يعني صعب جدا لما تلاقي كابتن اسلام ان بيتحكم في رتم اللعب هو حد على طرف من اطراف الملعب. لما بتوصل لعلي معلول هو بيقدر يتحكم في رتم اللعب كويس، وده بيفرق، ودي بتاعه اللعيبه دي مش بتاعه مدير فني. مهم جدا انا باخد نفسي داخل الملعب تبقى الكوره في رجلي اطول وقت ممكن، ده اللي ما بيسببليش ارهاق، بيخلي الفرقه الثانيه هي اللي تجري ورا الكوره دايما. فبعض اللعيبه الكبيره او اللعيبه الكبيره داخل الفرقه هيبقى عليها دور كبير جدا ان هي تتحكم في رتم اللعب وما تبذلش مجهود كبير مع تقارب الخطوط وقفل المساحات، ده اللي هيديك اريحيه بشكل كبير جدا. لا قدر الله الاهلي دخل فيه جون بدري، النادي الاهلي يقدر يعمل ايه علشان يرجع في المباراه؟ هنا دي ميزة أنا بشوفها ميزة. أيوة. مع النادي الأهلي لا دي ميزة أكيد، وسؤال مهم جدا إن دي ميزة عند النادي الأهلي إن هو ما بيفكش خطوطه، بيفضل ماشي على نفس وتيرة اللعب أو نفس سيستم اللعب، ما بيبقاش عايز يرجع للمباراة اللي هو أنا عايز أهاجم، لا بيهاجم بأريحية باتزان بتقارب خطوط بحرص شديد العكس جدا بقى. بالتحول حتى من الناحيه الدفاعيه صحيح. للناحيه الهجوميه عن طريق مفاتيح اللعب بتاعته بتبقى بشكل سريع، وكان انا بشوف ان من اهمهم كان حسين الشحات او بيرسي تاو بيقدروا يطلع عليهم كويس بشكل جيد جدا مع الزياده اللي بيعملها هاني وعلي معلول من على الاطراف مع التكمله اللي بيعملها حمدي فتحي، دي اللي بتدي افضليه حتى لو دخل فيك انت كنادي الاهلي
هدف، ده ما بيأثرش حتى، ودي اللي احنا كنا بنتكلم فيها كابتن اسامه، تحمل الضغوط. أيوة. حتى لما بيجي فينا هدف، حتى لو في حضور جماهيري، ده ما بيفرقش مع اللعيبه. وانا بتكلم معاك في كل السيناريوهات، لان انت تقريبا عاصرت كل هذه السيناريوهات. دخل فينا جون بدري في ماتش 4-3 مثلا في الكاس، وقدرنا نرجع في ماتشات اخرى احنا جبنا جوان. العكس بقى يا احمد، لو احنا اللي جبنا بدري، لو احنا اللي جبنا، هتلاقي برضه يا كابتن في تقارب خطوط، طريقه اللعب نفس الطريقه يعني. نفس الطريقه دي الميزه، اللي انت بدات بيها كلامك، كولر، ان هي ما بيغيرش طريقه اللعب مع تغير السيناريو. ممكن يغير لاعب بلاعب، لكن بيدي مهام هجوميه، وممكن حمدي فتحي ياخد مهام دفاعيه، تلاقي ثلاثه فلات في نص الملعب، حمدي ما بيهاجمش. هنا اعتقد لو النادي الاهلي بيحرز هدف ويحرز هدفين، انه الراجل عايز يامن، ما بيعملش تغيير من بره، بيدي مهام لحمدي فتحي ان هو يعمل ثلاثه فلات في نص الملعب مع مروان عطيه، اللي زي ما قلت ليه تفوق بشكل كبير جدا حتى في قطع الكرات في نص الملعب، ورؤيته حتى في الباص الامامي الهجومي. فده اللي بيدي الافضليه للنادي الاهلي، سواء ان انت دخل فيك هدف، سواء ان انت احرزت هدف، استراتيجيه اللعبه ما بتتغيرش، ما بقاش في تسرع من اللعيبه، مع هدوء من الراجل حتى في التغييرات، ما بيعملش تغييرات بدري خالص، الراجل بيغير بعد الدقيقه 70، وبيتغير تغييرات محدوده، قد يكون مثلا مش عايز يغير الخمس تغييرات، ممكن تغييرات محدوده كده، ما بيغير في الثلث الامامي، لكن في التزام دفاعي مع بعض اللعيبه في الدفاع، مع بعض الدعم في نص الملعب، ممكن بتغييره من بره او مهام دفاعيه من حمدي فتحي، فده دايما مديك الافضليه سواء على مستوى الدفاع او مستوى الهجوم. وجهه نظرك، هيلعب فلات 4-3 فلات يعني، ولا هيلعب 4-2-3-1؟ نجد ان هو بيفاجئ نادي الزمالك مثلا، احنا بقى لنا فتره بنلعب 4-3-3، نجد ان هو بيلعب 4-2-3-1، يحط قفشه، يحط حسين الشحات في هذا المكان، بيرسيتاو، مش عارف. اعتقد ان الراجل مش هيغير السيناريو، وهيدي مهام هجوميه لحمدي، يعني الحمدي فتحي هيديله مهام هجوميه لو هيشارك من اول المباراه. في نص الملعب الراجل مش هيغير، سواء اليو ديانج او مروان عطيه، مع الاطراف الملعب بهاني وعلي معلول، والثبات زي ما قلنا في خط الدفاع عن طريق ياسر ابراهيم وعبد المنعم، والثلاثة الأمامي بيرسيتاو وكهربا وحسين الشحات. الراجل ما أعتقدش أنه هو هيغير، لكن زي ما أقول لحضرتك كابتن إسلام، أنه هو هيدي مهام هجومية الحمدي مع الزيادة العددية من على طرفين الملعب، مع ارتكاز مروان وأليو ديانج في نص الملعب. أعتقد دي من وجهة نظر أن الطريقة اللي الراجل هيلعب بيها، ودي اللي بتديله بيها الأفضلية دايما. أكيد يعني خليني اقول لحضراتكم ان هناك اخبار عن اعتذار نادي الزمالك عن مباراه السوبر، ده اخبار كتيره جدا ومواقع كتيره جدا بتتكلم في هذا الامر، ولكن يعني النادي الاهلي ملوش علاقه بهذا الامر، النادي الاهلي مكمل في هذا الامر وملناش علاقه هنلاعب مين، هنلاعب الزمالك، هنلاعب غيره، لكن في النهايه هي مباراه للسوبر متواجد فيها بطل الكاس اللي هو النادي الاهلي. طيب مره اخرى احمد، دور الكباتن انت اتكلمت عنه، دور اللاعبين الكبار، طيب هل النجم وجوده في الملعب بيفرق؟ بمعنى ان انا مثلا محمد الشناوي بشوفه بيقعد يتكلم مع كل خط الدفاع الامامي، وده دوره بالمناسبه كحارس مرمى بعيدا عن ان هو كابتن الفريق. هل بعده مثلا عن محمد شريف او عن كهربا يخليه ما يقدرش يتكلم معاهم مثلا يعني، ولا انت تحب ان يكون واحد من اللاعبين اللي موجودين في وسط الملعب هو اللي يتكلم مع اللاعبين؟ بص يا كابتن، فاهم قصدي؟ انا فاهم طبعا، ان في قائد في وسط الملعب قريب للخط الامامي، دي حتى ما بين اللاعبين، دي كانت موجوده في حسام غالي، موجوده في حسني عبد ربه، موجوده محمد شوقي، موجوده في ده اللي بيفرق مع اللعيبه، ان انت بيبقى في صوت قريب من الخط الامامي او على جناب الملعب. لكن الشناوي بيقدر يوصل كده لبعض اللعيبه في نص الملعب، ودي انا بشوف ان هي من اهم ادوار السولية، ان هو يبقى موجود في الملعب، هو بيقدر يقود المكان ده كويس، بيقدر يقود الناس اللي حوالين منه كويس. الشناوي قائد خلف خط الظهر، مع وجود السولية اللي انا بشوف ان هو مهم، اهميته الاكبر هو قياده نص الملعب على مستوى التنظيم، على مستوى التحكم حتى في رتم اللعب اللي احنا اتكلمنا فيه. فانا بشوف ان الشناوي حتى لو مش قادر يوصل المعلومه مثلا لشريف، لبيرسيتاو، لحسين الشحات، حد زي السوليه لو موجود هيوفر عليه ان هو ينقل المعلومه للثلث الامامي. لكن دايما الكلام الشناوي من الخلف وكقائد للفرقه. أيوة. خارج الملعب قبل داخل الملعب،
بيبقى في ترابط بشكل كبير جدا، وده حتى كابتن اسلام بيريح اللعيبه. يمكن الناس ما تعرفوش حته الكلام بيننا احنا كلاعيبه، بيريح الناس في حاجات كتير، بيريحنا احنا حتى في طريقه اللعب، في هنطلع هنقف هنتحكم في هنمسك الكره شويه، دي بتاعه اللعيبه الكبيره اللي داخل الملعب، مش محتاجه مدير فني. يعني احنا على ايامنا كابتن اسلام كان في بعض اللعيبه، وكان حضرتك كنت من اهمهم، مع كابتن عماد النحاس، مع شوقي في نص الملعب، مع التلت الامامي كان ممكن عماد يقول لك اقف عشان اقف مثلا، ما نهاجمش، هي مش ماشيه معانا النهارده، خلاص فخلاص هنقفل كويس وخلاص. هنطلع بحرص شديد جدا، هنطلع بالمباراه، ممكن الحاجات دي بتفرق جامد جدا يا احمد، لانه طبعا البعض مش عارف، لكن بين اللعيبه وبين، اعتقد الحاجه دي بتفرق جامد، علاقتهم يا كابتن ببعض. ممكن انت مثلا واحنا بنتكلم ممكن ما تقبلش منك الكلام، صحيح، ممكن اشوف مثلا طريقه كلامك فيها تعنيف، او لكن احنا في حاجات قد يكون ممكن نشد بعض جامد جدا داخل الملعب، مش بتمنظر عليك، لكن انا بشدك للمصلحه العامه، انا في الاخر الفرقه هتكسب، كله هياخد مكافئه، ولما بنكسب ولما بيبقى شكلنا كويس بننزل اوضه اللبس بنحضن بعض حتى لو في بيننا ايه، صحيح صحيح. فهو ده اللي ما يميز اللعيبه الكبيره داخل الفرقه، ما يميز اللي هم في ترابط بشكل كبير جدا، ودي يا كابتن اسلام اللي بيبقى حريص عليها جدا خارج الملعب، علاقه اللعيبه ببعض، علاقه اللعيبه ببعض، قعدتهم مع بعض، خروجهم مع بعض، ده اللي بيدي الترابط اللي موجود. عشان كده على مستوى اجيال النادي الاهلي هتلاقي في استقرار، هتلاقي في ترابط بين اللعيبه، ترابط بين الاجيال، صحيح. وده اللي مدي افضليه، وده اللي بيدي النجاحات في الاخر. عشان كده بنقول مقومات البطوله هي مش موجوده في اي نادي، مع احترامي، على مستوى افريقيا زي النادي الاهلي، عشان كده هتلاقي بطولات كتير سواء على مستوى افريقيا او مستوى محلي. عمر البطولات او الدولاب اللي مليان بطولات ده عمر ما هتلاقيه من فراغ، الا مجلس اداره بيسلم مجلس اداره باحترام شديد جدا، جهاز بيسلم جهاز باحترام، صحيح. شديد جدا، لعيبه جي اجيال بتسلم اجيال باحترام شديد جدا، والتواصل اللي بين الاجيال. عشان كده بنقول النادي الاهلي في حته تانية خالص. جمهور النادي الاهلي اللي متواجد في الامارات اعتقد ان هيكون له دور كبير جدا جدا ان شاء الله، ان شاء الله في فوز النادي الاهلي. دي حاجه مش جديده على حتى المصريين الموجودين هناك، او سواء على الاماراتيين الاهلاويه بيشجعوا النادي الاهلي، بيشجعوا النادي الاهلي بقاعده جماهيريه كبيره جدا، ويمكن على مدار اكتر من بطوله، ويمكن بنسعد بها جدا، وبنشكر طبعا شعب الامارات والناس المنظمين. دي حاجه مش جديده على شعب الامارات وعلى دوله الامارات ان هي تنظم حدث كبير شبه دوت. اكيد بلدين شقيق سواء مصر او الامارات، فبنشكر المسؤولين اكيد على التنظيم والجماهير والرقي الجماهيري اللي بنشوفه من النادي الاهلي والنظام والالتزام، ده بيدي شكل كويس وبيدي علاقات جيده بين الدولتين. فدي حاجه تحسب لجماهير النادي الاهلي سواء في مصر، هو الالتزام والنظام والالتزام. يمكن انت كجماهير النادي الاهلي انت اللي بتساعد الدوله لما بتخش 50,000 و60,000 وتطلع بنفس النظام وبنفس الالتزام، بعكس بعض المشاغبات او الجماهير التانيه، ده بيديك افضليه، ده بيديك سيره كويسه، وده اللي معودنا عليه كل جماهير النادي الاهلي، ان هي دايما مسانده ودايما داعمه للنادي الاهلي، سواء زي ما بنقول في المر قبل الحلوه معاه. فاكيد دي حاجه مش جديده على جماهير النادي الاهلي، المسانده والدعم في المواقف الصعبه قبل المواقف الحلوه. اكيد الحقيقه دايما المباريات اللي بتبقى في الامارات اعتقد بيبقى يعني وش النادي عائليه، ده عائليه طبعا، لكن وش النادي يعني او بتبقى وشها حلو على النادي الاهلي دايما دايما دايما، واللعيبه بتبقى عند حسن الظن. اللعيبه بتبقى عند حسن الظن، زي ما بقول لحضرتك دايما اللعيبه بتسعد جماهيرها، بيحتفلوا معاهم بعد المباراه، الحقيقه بتبقى حلوه جدا، ودي حاجه مطمنه. عشان كده بيبقى فيه حضور جماهيري كبير، يمكن حضور جماهيري كبير ده اللي بيدي الثقه يا كابتن اسلام. طول ما انت بتحرز البطوله، طول ما انت حاسين ان انت لاعب داخل النادي الاهلي، عندك المسؤوليه، عندك مقومات البطوله، تقدر تحرز لنا البطوله، اكيد هتلاقي الدعم ده كله من جماهير النادي الاهلي، اللي بتمنى ان هم يبقوا يعني دايما هو اللاعب رقم واحد جماهير النادي الاهلي، اللي انا بتمناه ان شاء الله يكون داعم للنادي الاهلي بصفه دايمه، وان شاء الله اللعيبه تبقى عند حسن الظن وتقدر تسعد جماهيرها اكيد. اخيرا يا احمد، لو حبيت تقول كلمات بقى او رسائل للاعيبه النادي الاهلي وللجهاز الفني والجمهور. اكيد لعيبه النادي الاهلي احنا كلنا كمحبين النادي الاهلي عندنا فيكم ثقه كبيره جدا، جماهيركم بتدعمكم بشكل كبير جدا سواء داخل مصر او خارج مصر، كلنا عندنا ثقه فيكم ان انتوا ان شاء الله تقدروا تزودوا بطولات النادي الاهلي كجيل حالي،
فبتمنى لكم التوفيق. مهم جدا اللعيبه كلها تبقى مترابطه، مهم جدا الجهاز الفني يبقى قافل على نفسه على اللعيبه بشكل جيد، وزي ما اتكلمت مع حضرتك على دور الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي بيأديه على اكمل وجه. فهنا بنقول ان شاء الله البطوله هتضاف لتاريخ النادي الاهلي، وان شاء الله نبارك للعيبه. اتمنى ان جمهور النادي الاهلي يبقى داعم طول فتره المباراه من اول دقيقه، وده حاجه مش جديده يمكن باكد عليها، ولكن انا عارف وواثق ان جماهير النادي الاهلي هتفضل داعمه من اول دقيقه لحد اخر دقيقه للاعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله نبارك لهم وان شاء الله نفرح جماهير النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا احمد على تواجدك معانا، شكرا جزيلا، شرفت ونورت. شكرا يا كابتن، ودايما ببقى سعيد وانا مع حضرتك. ربنا يخليك، انا بشكرك شكرا جزيلا. النجم احمد عادل. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل محمد جمال واحمد مجدي في ضيوف للبيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. محمد جمال، ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل. تمام. احمد مجدي، ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ هقول محمد مجدي. لا عادي بقى، في بعض في البيت. اخبارك ايه؟ الحمد لله رب. كله كويس؟ زي الفل الحمد لله. جيمي، خليني ابدا معاك. وما دار في اتحاد كره القدم خلال الساعات الاخيره؟ طبعا كان اليوم قبل اعلان قرار لجنه الاستئناف، يعني طبعا هو كان اليوم طويل جدا، بدايته طبعا من مسابقه كاس مصر والقرعه، مرورا بقى ب يعني النهارده كانت جلسه النظر بشان طبعا يعني لجنه الاستئناف. يعني انا امبارح كنت اتكلمت مع المستشار عادل شرباجي، وكنت سالته على يعني امبارح انت هتعملوا ايه، او الفتره الجايه تبقى ماشيه ازاي. كان الراجل صريح جدا وقال انا هروح بكره خلاص بعد انتهاء مهله التظلم من جميع الاطراف، فانا بكره هنزور في جميع التظلمات، مش بس تظلم اي لاعب باسمه او بعينه باي شكل، انا يعني هبص على كل الطعون المقدمه او التظلمات المقدمه في اتحاد الكره المصري. والفعل ده اللي حصل النهارده يعني شفنا ان هو كان القرار في الاطار القانوني بتاعه، وان هم قرروا بعد جلسه كانت استمرت كتير جدا يا كابتن. النهارده الجلسه كانت يمكن من الساعه 5:30 او 6 الا ربع كده، كانت الجلسه مستمره لحد مرورا يعني قبل ما نطلع بشويه بسيطه يعني بنص ساعه او حاجه، والقرار طلع طبعا بالتاجيل طبعا النظر في الاستئناف لحين طبعا القرار اللي هيصدر خلال الفتره الجايه 14/5 باذن الله. فانا بشوف النادي الاهلي مشي على لو تاجل 14/5 بناء على كلام المستشار محمد عثمان من شويه معانا هنا في قناه الاهلي، لو تاجل هيتم التاجيل مره اخرى بالنسبه لوضع الكهرباء. يعني هو النهارده اللائحه بتقول لنا او القرار لجنه الاستئناف بيقول لنا ان هم مشوا فور طبعا الاطار القانوني بتاعتهم، هم النهارده ده كان قرارهم وشافوا ان هو قرارهم دوت مناسب بالنسبه للطعون اللي قدمت من جانب النادي الاهلي بشان طبعا محمود عبد المنعم كرم. طيب برضو اعرف برضو يا احمد ايه اللي دار من وجهه نظرك في اتحاد كره القدم او من مصادرك بقى؟ يعني اللي دار طبعا كان كل ما علم بعدين في القرارات ان القرار يعني في البدايه اتخذ يعني في وقت اسبق من الذي تم الاعلان عنه، بس القرار حط في الاعتبار يعني وضعيه او الاطار القانوني فعلا اللي مشي فيه النادي الاهلي، واللي لا يعيب اي حد في اي حاجه ان هو يستشكل على الاجزاء اللي هو شايف انه طبعًا قد تكون فيها اولا حمايه لكل حقوق النادي الاهلي في الوقت دوت، ومن الناحيه الثانيه برضو حمايه لكل اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي من اي عقوبه قد يرى النادي الاهلي انها لا تكون عادله في الوقت ده. فما فيش اي حاجه غير ان احنا مشينا في اطار قانوني، وده الشيء اللي لكل نادي وكل جهه وكل مؤسسه بتسعى ليه في لحمايه حقوقها ولضمان حقوقها، خصوصا قبل ماتش مهم جدا زي ماتش الزمالك في السوبر اللي اعتقد انه يعني ممكن يضيف للكولر شيء مهم جدا، ويضيف للنادي الاهلي السنه دي شيء مهم جدا، هو الحصول على بطولتين قبل يعني انتهاء بطوله الدوري اللي يمكن تكون يعني بشكل كبير يعني النادي الاهلي ضمن الوصول لحته كويسه جدا في سبيل تحقيقها. انا شايف انه القرار بتاع اللي صدر اليوم بشان التظلمات وما الى ذلك، بغض النظر عن اقتناع اي حد بجدواه او بمنطقيته، فهو قرار قانوني بيضع الاطار القانوني في المقام الاول، وده اللي احنا بننادي بيه من زمان ان كل شيء يتم وفقا للاطار القانوني اللي لازم يمشي فيه. طيب خلينا بقى نروح للامور الفنيه وتاهل النادي الاهلي الى الدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا، واعرف رايكم سريعا. يعني
لا بشوف النادي الاهلي قدم بصراحه بطوله من صعوده من دور المجموعات بطوله مميزه جدا. النادي الاهلي كابتن دايما بيعرف يلعب بطوله دوري ابطال افريقيا، دايما هو المنافس المباشر في دوري ابطال افريقيا. بص على جميع الاراء من جميع الفرق سواء الترجي او حتى الرجاء او حتى قبلها الهلال السوداني، كل الانديه اللي لعبها النادي الاهلي دايما شايفين النادي الاهلي هو رقم صعب، فريق صعب في دوري الابطال. يمكن انجاز كبير جدا النادي الاهلي بيصعد للمره الرابعه على التوالي في دوري ابطال افريقيا النصف النهائي، وقريب ان شاء الله كمان يكون فايز باللقب هذا الموسم. فانا بشوف النادي الاهلي وصوله للدور ده في الوقت ده من بطوله دوري ابطال افريقيا امر مهم جدا يا كابتن عشان يكمل سلسله النتائج الايجابيه المميزه جدا اللي بيمر بيها الفريق خلال الفتره الحاليه. انت بتتكلم على بطل يعني مسابقه الدوري بشكل كبير جدا، النادي الاهلي فرق بشكل كبير جدا عن اقرب منافسيه سواء فيوتشر او بيراميدز، بتتكلم على بعد بشكل كبير جدا عن نادي الزمالك، لو فاز بالمباريات المؤجله هيوصل لفارق يمكن يصل ل 20 نقطه، بتتكلم على بطل كاس مصر الموسم الماضي، بتتكلم انه عنده لسه مباراه سوبر، بتتكلم على وصوله لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا. بشوف ان هي انجازات مهمه جدا للعيبه النادي الاهلي تحققها الموسم ده، مهم جدا بالنسبه لها انها تستمر في التالق والنجاح في تحقيق البطولات الحاليه. وبشوف بصراحه وعايز اوجه له التحيه لكولر، كولر عامل الروتيشن بشكل كويس قوي 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 في كل البطولات اللي هو بيشارك فيها مع النادي الاهلي. بص على لعيبه النادي الاهلي مش هتحس كان دايما لما بيجي شهر 4 وشهر 5 في الموسم اللي فات او اللي قبله او اي موسم تاني كنت بتلاقي عدد كبير جدا من الاصابات بيضرب لعيبه النادي الاهلي بسبب الاجهاد. احنا شايفين الموسم ده لعيبه النادي الاهلي واقفه على رجلها بشكل كويس. مباراه الرجاء انت بتلعب 90 دقيقه في ملعب محمد الخامس، انت مش حاسس بخطوره نادي الرجاء، وده يقول لك قد ايه ان النادي الاهلي كان مركز بشكل كبير جدا في المباراه. يمكن كنا مطمئنين حتى واحنا بنتفرج يا احمد على اللقاء ان حاسين النادي الاهلي يقدر اولا يسجل من هجمه مرتده، حاسين ان صعب النادي الاهلي يسجل فيه. بص حتى على تغييرات كولر سواء في المباراه بتغيير حته انك تنزل ياسر ابراهيم من بدايه المباراه عشان هما بيعتمد على الكره الطوليه او حتى الدفاعيه بشكل اكبر، محمود متولي بيبدا الهجمه وبصير اكتر ما هو يمكن قاطع للكرات فكان فضل ياسر. فبشوف ان تغييرات فنيه تقول لك قد ايه الراجل سايب كل حاجه ومركز فنيا بس مع النادي الاهلي، مركز في الروتيشن مع اللعيبه بشكل كويس، امتى يريح معلول، امتى يريح حياني، امتى يدي الكهرباء، امتى يدي لشريف. اللعيبه مش زعلانه، حتى اللعيب اللي بيقعد على دكه البدلاء مش زعلان في النادي الاهلي. فبشوف وجوده في نصف النهائي قدام نادي الترجي لابد من استغلال عوامل كتير جدا في الترجي الفتره الحاليه. الترجي بيعاني من اصابات بشكل كبير جدا، بيعاني من تراجع في بطوله الدوري التونسي بسبب نتائج كانت وحشه جدا لنادي الترجي ادت ان هم يلعبوا ماتشات الدوري باللعيبه الاساسيين، فده اثر عليهم في افريقيا. مباراه الشبيبه يمكن الشبيبه كان في بعض اوقات المباراتين كان افضل بشكل كبير جدا، ولكن تتكلم على اجواء كانت صعبه جدا، جماهير كانت صعبه جدا ضد فريق شباب القبائل، فالترجي قدر يصعد لنصف النهائي. لازم النادي الاهلي يكون مركز من دلوقتي في مباراه الزمالك ثم مباراه الترجي، لان بشوف ان الشهر ده هو اهم شهر في الموسم للنادي الاهلي. مجدي انا شايف يعني في الحديث عن ماتش الرجاء، والراجل كولر بيعجبني فيه ان هو يعني شفاف جدا في تصريحاته، ما عندوش حاجه يخبيها. فالكلام اللي قاله اللي هو ان انا بدات اتعود على يعني انا بشوف ان ماتش الرجاء ده يا كابتن بدايه دخول مارسيل كولر بشكل حقيقي للاجواء الافريقيه الصعبه والاجواء الافريقيه المعقده، لان ده الماتش اللي احنا استنينا نلعبه مثلا قدام سان داونز في بريتوريا وحصلت نتيجه كبيره لان كولر بادر للهجوم وكان فاكر القاره كلها فرق ينفع تلعب عليها. لا انا بشوف ان الرجاء اقوى هجوم في البطوله من ساعه ما بدات لحد دور المجموعات، عندهم مصدر مجموعته ب 16 بونت، عندهم هداف البطوله حمزه خابه، كل حاجه كانت تقول ان على الاقل خالص انت هتقبل في الذهاب او العوده. اللي حصل الاهلي عمل كلين شيت في الماتشين، عمل حتى في الماتش الاولاني يا جيم اللي كانت اللي كان فيه مبادره هجوميه في الشوط الاول برضو نجحت انك ما تستقبلش اهداف. اللي بيقول لك عشان الشناوي، طب ما هو الشناوي ده حارس مرمى نعمل ايه؟ طيب نعمل ايه طيب في الموضوع ده؟ افريقيا طبيعي انه يتقلق بالظبط، يعني انا هستحتاج الشناوي في الاوقات اللي زي دي ولا ما نصدش؟ لا بس برضه عايز شيت بالشناوي يا احمد، لانه كان لها برضه بعض الهجوم في الموسم ده كابتن. شناوي ضربه جزاء صد ليها قدام الهلال كانت مؤثره جدا في فرق الاهداف. صح صح صح. بعد كده في بطوله الدوري كان بيصد ركلات جزاء. لو ما كانتش شال بتاعت الهلال دي يا كابتن كان 2-0 مش هتبقى كفايه بالزبط. في الوقت اللي كنا راجعين فيه كان 2-0 مش هتبقى كفايه. بشوف ان الشناوي مقدم موسم حلو قوي. انا بشوف كده بغض النظر ان كل اللعيبه بتخطئ في اوقات، بس في الوقت اللي انت فعلا بتحتاجه طبيعي لازم تلاقي محمد الشناوي. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم عنها برضو نقطه الترجي بعد الاستغلال كل ده، انا شايف انه طبعا اكيد كل الاطر القانونيه تتحرك، لانه الترجي لا يعني مش ما بقتش مساله اراء، الترجي لازم يحرم لمده لعدد من المباريات من جماهيره بعد اللي حصل في الماتش ده، لان نص العقوبه اللي كانت موقعه عليه السنه اللي فاتت انه لو خلال سنتين حدثت نفس الاحداث وتعرض وتم تاجيل المباراه لوقت معين لازم يوقف لعدد معين من المباريات وغرامه ماليه وممكن اتنين مباريات وخارج ملعبه. فانا يعني خلاص احنا لينا حق، لازم مش شرط اتكلم فيه بصفه النادي الاهلي، ولكن اتحاد الكره المصري في الوقت ده لازم يضمن حقوق كل الانديه بصفته الهيئه المخول ليها التعامل مع لوائح الاتحاد الافريقي بشكل مباشر.
في الوقت دوت بنشوف الاتحاد المغربي على سبيل المثال بيضغط عشان عقوبه اي نادي مصري، اي نادي تونسي، اي نادي جزائري، وده بيبقى حق الاتحاد المغربي الصرف. في الوقت ده مفيش مشاكل، انت في مخاصم للنادي الاهلي بيلعب في الوقت الفلاني، احنا عايزين نعرف وضعيته وهل تم النظر في عقوباته. كاف النهارده اجتمع واعلن انه بدا النظر في عقوبات مغلظه للترجي بشان احداث مباراه شبيبه القبائل اللي اتاخرت 40 دقيقه عن البدايه، وده اتكرر قدام الاهلي والشباب اشتكى وعايز اعاده الماتش، وعشان قوي جدا. فكل اللي احنا طالبينه ان لا يتم الافتئات على هذه العقوبات، لان من حقنا زي ما تعرضنا للعقوبه في ماتش حراك ونكري وحرمنا من جماهيرنا وتلعبنا بتمثيل محدود في بعض الاحيان بقرارات من كاف، سيبك من القرارات المحليه اللي احنا يعني قرارات الدوله اللي احنا بنحترمها تماما، بس كاف احيانا حجم حضورنا الجماهيري لاسباب ليها علاقه بعقوبات صادره وقالوا ان هم مخالفات اللوائح. فدي النقطه اللي انا بتكلم ان لازم نستغلها في ماتش الترجي لاقصى درجه، واللي انا متاكد منه ان الترجي بقى يدخل في حاجز نفسي مش قليل من النادي الاهلي. يعني انا بشوف ان احنا خلاص تخطينا نقطه ان احنا نلعب خارج ارضنا مع 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 الترجي، لان غالبا في رادس بنحقق نتائج ايجابيه. فانا شايف ان كولر بكل الحاجات دي بدخوله ماتش الرجاء بالجيم الدفاع الممتاز اللي لعبه رغم غياب عمرو السوليه اللي هو يعني رابع اضلاع خط الوسط الاساسيين اذا كنا بنعتبر حمدي فتحي ديانج مروان عطيه عمرو السوليه، فعمرو السوليه ضلع من اربع اضلاع رغم غيابه، احنا لعبنا ماتش دفاعي ممتاز جدا، عرفنا نغطي على اقوى فريق هجوميا في البطوله بالارقام مش كلام، علشان ما يتقالش الاهلي لعب، الاهلي مشي المسار الاصعب، الاهلي لعب اول مجموعته، الاهلي لعب الفريق الاكثر احرازا للاهداف، الاهلي لعب اكثر فريق احرازا للنقاط هذه المجموعه صحيح. وطلع بماتشين كلين شيت، فده من الحاجات اللي ما تخليش بس حد ايه يقلل من انجازات النادي الاهلي. احنا بنوصل، احنا اكثر فريق وصل للنهائي، اكثر فريق وصل لنص النهائي، واحنا في المحطه اللي المفروض من البدايه كله مهيئ نفسه ان الاهلي موجود في الحته دي، فما حدش يعني يقلل من انجاز النادي الاهلي، وفي نفس الوقت احنا مش هنرضى برضو باقل من الوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله. انا كنت هتكلم في هذا الامر، كنت سايبه لبكره الحقيقه عشان اقدر اتكلم فيه بشكل يعني استفيد فيه اكتر، لانه هناك البعض من المذيعين في بعض القنوات الراديو او التلفزيون في تونس بتتحدث عن النادي الاهلي فريق عادي ومش مخيف، غير مخيف. ما عنديش مشكله ان انت تتكلم، اي حد يتكلم، ولكن دي فئه قليله جدا اللي بتتكلم في هذا الامر او بهذا الشكل، لانه النادي الاهلي بالنسبه بناء عليه فريق مش مخيف، اربع سنين ورا بعض موجود ثلاثه منهم في الفاينل والرابعه في نصف النهائي. تتكلم على فريق قوي جدا، فريق هو حامل لقب البطوله سنتين ورا بعض، ثم في المباراه الفاينل اللي فاتت كلنا فاكرين ظروفها، وبتلعب النهائي المفروض في ملعب محايد، بتلعبه في ملعب فريق الوداد. فانا بشوف ان النادي الاهلي يعني التصريحات دي اعتقد يا كابتن بتبقى مجرد ان هي يعني بتدي دافع بس لعيبه نادي الترجي التونسي. لا، الترجي عنده مشاكل الفتره الحاليه، مش مشاكل بس فنيه، مشاكل فنيه ومشاكل اداريه، مشاكل مع الاتحاد التونسي. الترجي فريق كبير مهما كان، اكيد اكيد فريق كبير، والناس دي نفسهم يا كابتن اللي قالوا ده النهارده لسه النهارده قايلينه، لا بيقولوا كده من ساعه ماتش القطن، يعني بيقولوا الاهلي لن يتخطى القطن، الاهلي يكسب رايح جاي، الاهلي لن يتخطى الهلال 100%. اللي قالوا مثلا اللاعب السابق اللي يعني انا بعتبره يعني راجل بيحترم نفسه بتاع وليد الهشري، احد اعضاء الجيل الذهبي الكبير للترجي، قال قبل ماتش الهلال بيسالوه على تاهل الهلال، قال الاهلي في نص النهائي، ما قالش الاهلي هيعدي الهلال، قال الاهلي في نص النهائي، مع ان الطريق الاهلي كان معقد وصعب، ده بغض النظر عن 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 كلامه او تحققه او من عدمه، هو يقول اللي ولكن ما تقولش تصريح فيه اهانه لنادي بحجم النادي، ما تقولش كده، لان الاهلي على قناته او من خلال وسائل اعلامه ما بيقولش كده على الترجي، استحاله، ولا يفتح بلاتو كامل او منصه كامله علشان يتكلم على ده، لان ما فيش غير ده. الاهلي دائما ما يجد الكلمات المحترمه والمناسبه في وصفه لكل الانديه الكبيره الحقيقه او حتى الصغيره، فالترجي واحد من اهم واكبر الانديه، وسيظل مهما حد دخل وقال الكلام اللي بيقوله ده ما عندناش مشكله، احنا بالزبط. نقدر نرد بالكلام اللي لا لعيبه الاهلي كانوا كابتن بتاخده دافع حلو قوي يعني ليه، والموضوع بيبقى فارق بشكل كبير قوي كده، ولكن في النهايه يظل النادي الترجي واحد من اكبر واهم الانديه واقوى الانديه في الكوره، هيظل هكذا بالزبط. يعني مش كلمتين من واحد يعني واحد من الناس اللي موجوده ويتكلم بهذا الشكل تخلينا نقدر، لكن في النهايه اعتقد ان هي هتبقى مباراه صعبه مع الترجي. جدا يا كابتن، جدا مباراه صعبه، لان الترجي برضو اكيد هيفضل عنده دوافع، عنده ظروف، انت بتتكلم في كان في مشكله كبيره جدا هناك ان هو لعب في الفتره اللي فاتت ماتشات كتير جدا، عنده اجهاد بشكل كبير، عنده اصابات الحمد لله، هنا اعتقد مصاب هيغيب عن المباراه بشكل كبير جدا، وغلان الشعلاني كمان هيتصاب مصاب. فانت بتتكلم على الفريق الترجي يا كابتن عنده مشاكل، بس دايما زي ما حضرتك قلت الترجي فريق كبير، الترجي بيعرف يلعب ماتشات نهائيات، بيلعب ماتشات نصف نهائي، قبل كده كان موجود معانا في اكتر من مره في المباراه النهائيه، بس دايما برضو انا هاخدها بالجانب الايجابي للعيبه النادي الاهلي، مع احترامي لكل نادي الترجي، ونادي الترجي مميز جدا، ولكن دايما نادي الترجي بيبقى من الانديه
الافريقيه اللي النادي الاهلي بيعرف يلعب قدامها ماتشات كبيره جدا، لانه بيحترمها قوي جدا وبيحترمها وبيديها الاحترام بشكل كامل. واعتقد هو نهائي مبكر في دوري الابطال، وحتى نصف النهائي الثاني سواء الوداد وصن داونز برضه هو نهائي مبكر في دوري الابطال. فبشوف ان كولر اعتقد لازم يركز قوي على المشاكل اللي ظهرت في فريق الترجي في بطوله الدوري التونسي عشان يقدر ان هو يتخطى. انت عارف الدوري التونسي بيلعب على مجموعتين، مجموعه تتويج ومجموعه تتويج، بالظبط. فلازم يكون في تركيز يا كابتن على ماتشات الدوري في الدوري التونسي وغلطات نادي الترجي وغلطات اللاعبين، يستغل الغيابات بشكل كبير جدا، يستغل حاله الاجهاد اللي موجود فيها نادي الترجي. وبشوف انه لابد انه يستغل الطرفين بشكل كبير جدا في نادي الترجي الباكين. نادي الشبيبه كان بيوصل لاكثر من مره ورا الباكين بشكل كبير جدا في مباراه الشبيبه والترجي. بشوف ان كولر عنده فرصه كبيره جدا ان هو يستعد للمباراه بشكل كويس. بتتكلم على مباراه السوبر، هتجهزك بشكل كويس جدا. اتمنى الفوز للنادي الاهلي في بطوله السوبر بحيث ان هو بس يكون الجدول برده الجدول منضغط قوي، يعني الحرس بعدين الحرس لسه برده مباراه الحرس، وده برده كنت عايز اقوله، لسه مباراه الحرس. هل اتحاد الكوره هيأجلها ولا لا؟ لسه هنشوف. هل الرابطه، انا اسف، هي اللي هتأجلها ولا لا؟ لكن لسه هنشوف، لان تعرف بطوله الدوري بتبقى مختصه مسابقات. ممكن لو اصل الاهلي لعب صن داونز وكان قبلها بثلاث ايام، فلو تم يعني تخطي مساله صن داونز. اللي انا اعرفه انه اقرب في اتجاه اللائحه بتقول او لائحه الرابطه يعني بتقول وده اعتقد لما توصل للادوار النهائيه. على فكره دي كانت تصريحات رسميه من الاستاذ عمر حسين، حاج عمر حسين في المؤتمر اللي كان تقديم موسم الجديد، وموضوع اللائحه ما كانوا ساعتها اللائحه كانت موجوده مع الانديه. انا فاكر اليوم ده ما يتلعبش ماتش الحرس، فناخد يا ريت ياخد ياخد لو خد الفتره دي كنت هيبقى فرق معاه بشكل كبير. واعتقد لو فعلا تم عقاب الترجي الماتش بتاع رادس، احنا هنلعب الاول الذهاب في تونس والعوده عندنا في القاهره. فان شاء الله يعني يبقى الماتش باذن الله متخفف من حمله كتير، يعني عدم الحضور الجماهيري. مهما كان يظل الترجي طبعا فريق كبير جدا، مهما كان فريق مهم وفريق كبير، ودايما مبارياتنا مع الترجي كانت من اهم وافضل المباريات اللي بتلعبها في القاره الافريقيه. جيمي برضو خلاص في مباراه للسوبر هتلعب يوم 5/5، وطاقم تحكيم مصري من سيدير هذه المباراه، او طاقم تحكيم بقياده كابتن محمود البنا. وفيها كواليس كتير دي. نعم فيها كواليس كتير. احكي يا نجم. بص يا كابتن، دلوقتي انت عارف فيتور ميلو بريرا لما جه كنت مع حضرتك هنا قبل رمضان وقلت لك ان هو من المدربين اللي هو اللجنه الحكام اللي عايز يبقى في حكام مصريين موجودين في النخبه. وحضرتك قلت يا ريت، يعني احنا ده بنتمناه ان هو يشتغل عكس يعني يمشي على نهج كلاتنبرج لو كان ماشي بشكل كويس، ويدي كمان اضافات للكره المصريه. الراجل اول ما جه يا كابتن فقعد مع اتحاد الكوره وقال لهم انا مختص ولا لا؟ قالوا له انت مختص، اعمل اللي انت عاوزه. خد الصلاحيات كامله. الراجل جه قبل مباراه بيراميدز في مباراه كاس مصر، اتحاد الكوره مشي بشكل طبيعي. طب نجيب حكم اجنبي، طب نتم استخدام طاقم حكام اجانب، طب نستطلع راي برده فريقي الاهلي وبيراميدز. بيراميدز طلب حكام اجانب، الراجل جه القرار بتاعه قال لك لا، انا هدي الحكام مصريين مباراه نهائي كاس مصر. لان يا جماعه كان رد واضح جدا، احنا ما عندناش حكام موجودين في النخبه الافريقيه، ما فيش حكام هتتواجد من مصر انها تصبح بقى موجوده في مباراه نهائيه في دوري الابطال، في بطوله الكونفدراليه، في بطولات كبيره جدا، في تصفيات كاس عالم، مش هيبقوا موجودين. فاحنا لازم يكونوا موجودين في النخبه الافريقيه. وقتها كابتن كان المرشح الاول لمباراه الاهلي وبيراميدز هو الكابتن محمود البنا. ولكن البنا كان قبلها من فتره، قبلها بفتره كان مبلغ اتحاد الكوره بشكل رسمي ان هو عنده هيأدي مناسك طبعا العمره ومش هيكون موجود، وكانت الفتره دي اجازه. فادوا له مباراه الاهلي وغزل المحله في بطوله الدوري لو حضرتك تتذكر، والراجل بعدها على طول سافر للعمره. وقتها كانت الاختيارات ما بين ثلاثه، محمد معروف ومحمد عادل وامين عمر. ومحمد امين عمر طبعا رقم واحد بالنسبه لبريرا، فالراجل اداله المباراه رقم واحد بعد البنا. بعد البنا اداله طبعا المباراه بشكل كويس، وراجل قدرها. جه مباراه السوبر يا كابتن، الراجل بكل هدوء كان مسافر اجازه، اللي بتاعت اجازه العيد والكلام ده كله، هو كان فيه هنا اجازه، فالراجل سافر. الراجل اول ما رجع طبعا اتحاد الكوره كان في الوقت ده بيطلع كده كلام ان الحكام الاجانب موجودين في الصوره، وان الاهلي والزمالك مباراه حساسه ومحتاجه طاقم تحكيم اجنبي. الراجل اول ما جه قال لا، انا حاسم قراري والحكم هو محمود البنا، والراجل موجود بشكل كويس، وان الراجل كمان بيقدم بشكل كويس، واحنا عندنا حكام ثلاثه، محمد معروف وامين عمر ومحمود البنا، بيحكموا في تصفيات امم افريقيا، بيحكموا في الدوري التونسي بشكل منتظم، بيتواجدوا في ماتشات دوري الابطال والكونفدراليه. فانا ما عنديش مشكله ان محمود البنا اللي يكون موجود في مباراه السوبر، وبلغه الاهلي والزمالك، وانا هعلم بدري عن الموضوع ده عشان يبقى الجميع عالم ان هو حكم مصري، عشان نقفل باب الاجتهادات. اتحاد الكوره خلاص تسلم الامر. وعايز اقول لك برده حاجه، فيتوريا وبريرا كده، فيتوريا وبريرا كده في كل حاجه، كل حاجه. وفيتوريا بيشتغل، ميكالي راح مشتغل، ما انا مدير الفني الاول بتاع المنتخب الاول بيشتغل، وانا بتاع الاولمبي فبشتغل، والحكام بيشتغلوا. بصراحه الثلاثه عاملين فرق بصراحه في اتحاد الكوره. انا اول مره اشوف ثلاثه عاملين شغل كويس قوي بشكل كويس قوي في اتحاد الكوره، بيتواجدوا من الصبح من الاتحاد، بيعملوا خطط، بيعملوا برامج، بيعملوا حاجات كتير جدا. بالنسبه برده لبريرا، بعد ما خد قرار محمود البنا على طول
بنى يعني علم بالموضوع، استبعده من ماتشات الدوري، استبعده من ماتشات بتاعه كاس الرابطه، واداله مباراه سهله اللي هي ما بين منتخب مصر الاولمبي والكونغو الوديه اللي اقيمت بالامس. اداله المباراه قال له يعني بحيث انك تكون برضه مستعد لمباراه السوبر وهتسافر بشكل طبيعي. محمود البن، محمود البن انت قدرت قبل كده مباراه الاهلي والزمالك دي تفاصيل الجلسه ما بين بريرا والبن ساعه لما قالوا ده من بلد كذا اللي في كفر الشيخ اللي جنب بلد رئيس الاتحاد ساعتها يعني. هو كان محمود البنا لو تفتكر المباراه اللي كانت 2-1 للاهلي محمد شريف. محمد شريف فقال له انت قدرت قبل كده الزمالك صد فيها بنالتي. قال له انت عندك ما عندكش يعني عندك خبره كبيره جدا، ما عندكش مشاكل انك تدير المباراه، وانا بثق فيك انك انت هتدير اللقاء بشكل كويس. البنا جهز بشكل تمام. على فكره ما جاش اعتراضات ولا رسميه من نادي الزمالك على الموضوع ده، لانه خلي بالك محمود البنا مره ثانيه واحد من افضل واهم الحكام في مصر خلال الفتره الاخيره، ولكن في افريقيا او في افريقيا وبياخد ماتشات صعبه جدا، واخد الوداد والرجاء تقريبا في اكتر ماتش معقد في تاريخ الفرقتين. اخر ثانيه الماتش ده 4-4 في محمد الخامس. احمد انا وقتها كنت عملت محور يعني وقتها كنت عملت محور ساعه المباراه دي، قال لي مباراه صعبه جدا جماهيريا جدا. اصعب ماتش في افريقيا هو الوداد والرجاء في محمد الخامس في نهائي بطوله. اعتقد امين عمر كان معاه حكم رابع، كان مع حكم رابع. هو كان تعرف ان هو وقف الفاول اللي جه الجول في اخر دقيقه، بلغ امين عمر قال له انزل الملعب انا مش هقدر اعمل تاني السبرنت من قوه المباراه. ماتش والدخلتين واربع دخلات هنا في الماتش وتيفوهات والعاب ناريه، وغير ان في تقرير مراقب، يعني ماتش معقد جدا جدا. يا كابتن هو حال الوقت ان احنا حكام مصريين ياخدوا فرصه. ايوه بس انا قصدي اقول برضو معلش عشان دي مهمه قوي، محمود البنا واحد من افضل واهم الحكام، انا شخصيا بحبه جدا وبشوف ان هو له ملوش اخطاء واضحه كبيره. لا ولو اخطا ما بتحسش فعلا ان في بند التعمد، ولو اخطا ما بيبقاش بيخطئ عن قصد. بالظبط هي دي بند التعمد ده مهم جدا. لكن ده مش معناه مره تانية وانا بقول ده مش معناه ان انا مش هطلع لو هو اخطا، مش هطلع اقول ان هو اخطا. لا حق الناس، هطلع اقول ان هو اخطا، وحق اي فريق انه يقول الحكم اخطا، احنا اتظلمنا، وده ما يعيبش في الحكم. احنا النهارده استطيع ان انا اجرح في حكم. لا طبعا هو ده بس. عايز اقول يا كابتن بخصوص بقى الفار، طبعا هو اعلنوا الفار هيكون طاقم اماراتي ولكن لم يتم الاعلان عنه لحد دلوقتي. طبعا حضرتك عارف ان يعني مصر والامارات دايما في تعاون في الاتحاد الكوره في كل المجالات، يعني في تعاون ما بين رابطه الانديه وما بين الاتحاد الاماراتي ورابطه الانديه الاماراتيه من فتره، كانت عقد هنا حتى اجتماع او مؤتمر صحفي للناس كلها والصحفيين. عايز اقول لك ان هو كان في اتجاه برده في الاول ان هو ممكن لو انتوا عاوزين حكم اميراتي برده يديروا المباراه احنا موجودين وجاهزين. ففيتور ميلو بيريرا قرر قال طب خلاص ما فيش مشكله، احنا معانا الاثنين مساعدين اعتقد هاني عبد الفتاح واحمد توفيق طلب، لان برده كان في حكام مساعدين خدوا لان ابو الرجال كان خد في مباراه الاهلي وبيراميدز، فخلاص برده بيحصل توزيع يعني طبعا. خلاص انت خدت هنا فده ياخد هنا برده، والحكام الفار يكونوا من الامارات عادي بشكل كويس. واعتقد يا كابتن ان طاقم التحكيم ما حصلش عليه خلاف، وانا سالت قبل ما ادخل الهواء على طول لان كان في طلع كلام ان على الحكام المصريين في المباراه، اتقال لي والله ما جالنا كده بنص، والله ما جالنا اي اعتراض من على حكم المباراه. لا ولانه الاعلان المبكر الصراحه كان قرار جيد في صح. الموضوع ده الاعلان احمد خلي بالك الاجتهادات كانت زادت قوي. بالظبط زادت جدا وناس نزلت استخدام طاقم تحكيم من البرتغال ومن المانيا ومن ايطاليا حقيقة. فالموضوع ده ما كانش كان زمان الموضوع ماشي لغايه دلوقتي خلي بالك كان ماشي لغايه دلوقتي صح. هل احنا هناخد طاقم تحكيم ولو جه مصري بقى في الوقت ده كان رد الفعل بقى ممكن يبقى يستخدم صحيح. كذريعه لاشياء كتير يعني. طيب على الجانب الاخر برضو في هذه المباراه اعتقد يا محمد انت كنت دلوقتي بتقول ان لو الزمالك اعتذر فيوتشر هو اللي هيلعب ولا بيرز. بص يا كابتن هو اعتقد هيرجعوا بقى للائحه بتاعه اللي هو بتاعه الموسم اللي مش أو فيها أو مش فيها ما فيهاش حته او يمكن عشان ما عنديش بشكل كامل بس انا عندي الجزء بتاع كاس السوبر ما عنديش حته ان لو بطل الدوري اعتذر او بطل الدوري ما راحش مباراه كاس السوبر هي موجوده. انك هتبص بقى على وصيف الدوري طب في بطل الكاس صح في لو بطل الكاس لو طبعا هي ما بين بطل الدوري وبين بطل الكاس لو بطل الدوري هو بطل الكاس هيبصوا على وصيف الكاس هي اللائحه اعتقد معانا ولا اشوفها من على الموبايل شوفها من على الموبايل احسن طيب. قولها لنا هي اللائحه بالظبط بتقول الاتي يعني تتكلم على طبعا تقام بطوله كاس السوبر المصري بين الفريق بطل الدوري المصري والفريق بطل كاس مصر وفي حاله فوز نفس الفريق ببطولتي الدوري والكاس من الموسم ذاته وصيف الكاس تقام المباراه بين بطل الدوري ووصيف الكاس ماشي. وفي حاله اعتذار وصيف الكاس هنخوض المباراه لاي سبب من الاسباب تقام المباراه بين بطل الدوري ووصيف الدوري ثم ايه بقى ثم بالترتيب في حاله الاعتذار بالترتيب على طول يعني كده المفترض ان الاهلي في حاله لو نادي الزمالك قرر الاعتذار بشكل رسمي وارسل حاجه لاتحاد الكوره هيكون وقتها النادي الاهلي ضد بيراميدز ففي حاله ان بيراميدز مثلا فكر ان هو ما يكونش في كلام عن كده وفي كلام عن كده هيكون هو في انباء بس بيراميدز ما علقش لسه هنشوف لو بيراميدز قرر ده هيكون موجود الرابع بتاع الدوري كان فيوتشر اعتقد بتاع فيوتشر. السنه اللي فاتت أيوة. فيوتشر فبالترتيب واعتقد ان بيراميدز او فيوتشر لو جالهم الفرصه لو نادي الزمالك قرر ده بشكل رسمي اعتقد الاثنين هيشاركوا في مباراه السوبر لان مباراه مهمه جدا ومباراه كبيره بشكل كبير جدا
ولكن ماشي ما نشوف ايه اللي هيحصل من هنا اليوم الجمعه، لانها زي ما حضرتك قلت هي مباراه مهمه جدا وبطوله. مباراه بطوله يا كابتن، مباراه بطوله ومباراه مقامه في الامارات وبحضور جماهيري كبير جدا. بس عايز اتكلم ان الجماهير ما شاء الله نفذت خلاص كامل التذاكر. كان انا كنت قريت كمان تصريحات للاستاذ سهيل العريفي كان بيتكلم فيها المسؤول طبعا عن تظاهرات السوبر وكمان اتكلم وقال انا يعني عندنا دلوقتي ان احنا فكرنا قبل كده حتى من يومين، قال احنا فكرنا في طرح تذاكر جديده من كتر الضغط على حضور المباراه. فانا بشوف يا كابتن المباراه دايما الاهلي والزمالك مباراه مطلوبه جماهيريا في اي بلد عربيه، مطلوبه جماهيريا في اي حته في العالم. صحيح. لان الاثنين بيملكوا جماهير كبير. طيب خلينا بقى نروح شويه للناحيه الفنيه لهذه المباراه يا احمد، وشايف ازاي هذه المباراه ما بين الاهلي والزمالك في السوبر؟ يعني انا شايف ان كولر اثبت كذا مره الا في بعض المباريات القليله ان الماتشات الكبيره هو بيعرف يديرها بشكل كبير جدا، مع شويه التفاوتات بقى اللي بتحصل في ماتش معين، اتعادلت هنا، استقبلت اهداف هنا، لسه بتاخد على الاجواء الافريقيه مثلا في ماتش زي ماتش سان داونز. ولكن الراجل بيثبت دايما بدايه من ماتش الزمالك في السوبر والاتحاد المونستيري في تونس اللي هو بدا بيهم مسيرته مع مع الاهلي، ان الراجل ده بيعرف فعلا يدير الماتشات الكبيره ويعرف يحط الخطه ويعرف يحط الـ يعني التشكيل بالعمق اللي هو عاوزه في احداث كانت مختلفه. يعني في بدايه الموسم كان الكل بيتكلم ان ما حصلش تدعيم كبير مثلا في الصيف الا في عنصرين ثلاثه، اكتشفنا فعلا ان تشكيله النادي الاهلي فيها عمق جيد جدا. احنا دلوقتي في نص الموسم بعد استخدامات بسيطه برده في الشتاء، ولكن احنا بنتكلم عن بديل واثنين وثلاثه الحمد لله في كل مركز، لان الاستخدامات فعلا كانت في الحته اللي انت محتاجها، فده ما واجهناش فيه مشاكل. بنوصل لشهر خمسة في الموسم لأول مرة من مواسم طويلة جدا، وإصاباتنا فعلا قليلة، إصابات النادي الأهلي قليلة. قل أعوذ برب الفلق. قل في خشب واحد يقول حاجة النهاردة. بنوصل بإصابات قليلة يا مسهل في ماتش السوبر، يعني أقصد خلاص يعني إن شاء الله ما حدش صف التدريبات يعني. طب معلش وأنت بتتكلم برضو دي لائحة يا كابتن. دي لائحة مباراة كأس السوبر زي ما قلنا، وقت تقام بطولة كأس السوبر المصري وفريق بطل الدوري المصري وفريق بطل الكأس، في حالة بقى وفي حالة فوز نفس الفريق بطولة الدوري والكأس على الموسم ذاته طبعا تقام المباراة بين بطل الدوري ووصيف الكأس، وفي حالة اعتذار وصيف الكأس عن خوض المباراة لأي سبب من الأسباب تقام المباراة بين بطل الدوري ووصيف الدوري. بدي اركب بقى من نقطه في الترتيب في حاله الاعتذار بنفس الترتيب بتاع الدوري. طبعا بنتكلم على السوبر يا جماعه بتاع الموسم اللي فات، الموسم اللي انتهى الهمزه مزعل الكاس دي عامله لي. طبعا بنتكلم على الموسم اللي فات يا كابتن، واللي كان طبعا بطل الدوري النادي الزمالك، وكان بطل كاس مصر النادي الاهلي على حساب فريق بيراميدز، وكان الوصيف نادي بيراميدز في بطوله الدوري، وكان الاهلي ثالث. طبعا الاهلي هيتشال من الموجود انه بطل الكاس والجاب الرابع ساعتها في فيوتشر. طيب وعلى الجانب الاخر برضو من الاستاذ ايهاب الكومي على كوره بلس بيقول لم يصلنا اعتذار رسمي من نادي الزمالك، وانا اتواصل مع بيراميدز ليكون البديل في حاله اعتذار نادي الزمالك. يعني كده اعتقد الاتحاد الكوره بيكون بقى بيحضر خطاب رسمي لفريق بيراميدز في حاله انه لو جاله اي حاجه من قبل طبعا نادي الزمالك، لان برضو بتتكلم على ترتيبات. يعني لا مفيش حاجه بس اتحاد الكوره خالص. ايهاب الكومي بيقول ما لا يعترف بيوتيو، يعني مفيش اعتراف في الحاجات دي الا لا الحاجات دي بالظبط المجاتبات الرسميه اللي اعتذرت. مش هتيجي. اخيرا مين الاقرب للفوز في هذه المباراه من وجهه نظرك؟ بص يا كابتن والله انا بتكلم مش عشان موجود في قناه النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي يمكن حالته لو النادي الاهلي ونادي الزمالك في المباراه بتكلم عن النادي الاهلي حالته البدنيه بشكل كبير جدا كويسه، الحاله كمان الفنيه بشكل كبير جدا كويسه مع مارسيل كولر. انت بتتكلم على نجاح في بطوله الدوري زي ما قلت والكاس وبطوله دوري الابطال، عمل روتيشن بشكل كويس بين اللاعبين، بشوف ان لعيب كمان النادي الاهلي خاصه في وسط الملعب او الدفاع والهجوم عندهم راحه بشكل كبير جدا، عندهم هدوء بشكل كبير جدا الفتره الحاليه في النادي الاهلي. بشوف ان لكل لعيبه كابتن عارف واجبات مركزه، فبشوف ان نادي الزمالك الفتره اللي فاتت طبعا في بطوله الدوري يمكن متراجع بشكل كبير قوي، عنده لسه جهاز فني جديد في الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو، ما اظنش ان هو لسه عارف كل لعيبه نادي الزمالك بشكل كبير، بدليل الصور اللي بنشوفها ان هو بيسجل بالقلم لسه الايجابيات والسلبيات بتاعت كل لعيب، ما استقرش لسه على التشكيل اللي يقدر يلعب بيه. شفناه في الماتشات اللي فاتت كان بيلعب بحاجه غريبه جدا، مفيش لعيبه وسط ملعب الارتكاز، وقوه النادي الاهلي اصلا هي وسط ملعب. بتتكلم على عمرو السولية، بتتكلم على حمدي فتحي، بتتكلم على مروان عطيه الرائع، بتتكلم على الو ديانج، بتتكلم ان عندك كمان قفشه وقندوس على دكه البدلاء، بتتكلم على وسط ملعب انت تقدر تتسيده بشكل كبير جدا في حاله نادي الزمالك، لان كمان وسط ملعب بتاعك اقوى من وسط ملعب نادي الزمالك. خط هجوم النادي الاهلي عنده يعني بشوف ان في ثبات بشكل كبير جدا، كهربا متالق، محمد شريف متالق، الاثنين ماشيين على الخط واحد، بشوفهم ايا كان مين فيهم اللي يلعب عندهم ثقه بشكل كبير قوي. فبشوف ان كمان خط هجوم النادي الاهلي متفوق على خط هجوم نادي الزمالك، بتتكلم على ناصر منسي هو الوحيد اللي قادر ان هو يظهر بشكل كويس، وبشوف انه ده كان افضل صفقه في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت. فبشوف ان المباراه يمكن بتفوق شويه للنادي الاهلي، يمكن اكيد مباراه القمه بلا توقعات بلا حسابات، دايما بشوف 50 50 مهما تقول ومهما تعمل. بس ده سر معلش انا كنت هقول انه ده السبب الاساسي التفوق النادي الاهلي اللي بيدخل محترف 50 50
كل الناس بيقول لك قبل ماتشات الاهلي لا ده احنا بس انا الكلمه دي بقولها كتير اصلا آه. مهما كان الاهلي قوي ومهما كان الزمالك بالزبط. ضعيف او مهما كان الزمالك قوي والاهلي ضعيف مباراه القمه لسه مباراه القمه 50 50 وفي 2015 برضو كان يعني كنا في وضعيه افضل او 2016 تاني سوبر على طول في محمد بن زايد في محمد زايد اللي هنخوض عليه المباراه ده كنا اقوى بكتير في الماتش كنا اقوى بكتير قبل الماتش وخسرنا بركلات ترجيح فالسيناريوهات يعني سيناريوهات الكوره بشكل عام لا صحيح. يمكن تغليب سيناريو على سيناريو طول ما انت انت وخصمك بتلعبوا منافسه شريفه بتقدموا 90 دقيقه على اعلى مستوى كل العوامل نيوترال ومحايده تماما فاعتقد انه الاهلي عارف ان هي 50 50 والزمالك فريق كبير ويحترم على ارضيه طبعًا الملعب طبعًا. ولازم الاهلي يدخل بالعقليه دي علشان يبقى يستغل كل العوامل اللي بتؤدي لتفوقه في نهايه الماتش. عموما خلونا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه مع في هذه المباراة. علمنا من جميع المواقع يعني دلوقتي أن هناك اعتذار رسمي من نادي الزمالك. الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم طلع قال أنه لم يصلنا أي شيء رسمي حتى الآن وفي حالة وصول شيء رسمي هنتواصل مع نادي بيراميدز لنشوف استطلاع رأيه في التواجد في هذه المباراة مباراة السوبر. الأهلي بعيد تماما 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 عن كل هذه الأمور. الأهلي رايح يوم الجمعة يلعب مباراة للسوبر مع نادي الزمالك. إيه اللي هيحصل؟ خلينا ننتظر إيه اللي هيحصل خلال الأيام القادمة. أنا بشكرك جدا يا محمد. شكرا جدا يا كابتن. شكرا جدا أحمد على وجودك معايا. شكرا جزيلا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وغدا وكالعادة أيضا بكرة إن شاء الله مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك مباراة تانية في بيست أوف ثري أو في نهائي كأس مصر في الكرة الطائرة سيدات. المباراة الأولى فاز نادي الزمالك على النادي الأهلي 3-1. خلينا ننتظر إيه اللي هيحصل في مباراة غدا إن شاء الله. مذاعة دائما على قناة النادي الأهلي وأيضا هتكون مع حضراتكم مباراة الأهلي وسموحة في كرة السلة سيدات أيضا في دوري السوبر السلة سيدات. إن شاء الله على قد ما بنقدر بنحاول نجيب لحضراتكم كل الفعاليات اللي بتحصل اللي ونقدر نجيبها لحضراتكم دايما بنزحها على شاشة قناة النادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.